طيب بس نحن هنعمل ميوت لي اول. دكتور محمد هنديك كو هوست. اساس اقدر اعمل يعني ان ميوت بعدين ولا؟ ايوه تعمل ميوت. طيب بعدين احنا لايف، ممكن تعمل ميوت يا دكتور. هسه انا عملت ان ميوت. اوكي طيب كده speakers view view اقدر اتاكد الفيزول يا جماعه. ايوه تمام. شايف اللايف في الفيسبوك شغال. الفيسبوك اوكي تمام. اوكي طيب يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اصاله عن نفسي ونيابه عن مبادره الباحثين السودانيين، نحييكم ونرحب بكم في حلقه جديده من حلقات ونس على دروب النجاح. البرنامج الفكره، البرنامج الحابين من خلاله نقدم للجيل الجديد او الجيل الصاعد الناس السبقوهم في النجاح، يعني على اساس انه يحذوا حذوهم ويكون لهم خير مثال يعني. تمام. طبعا في جاتنا رسائل كثيره جدا. اول حاجه يا جماعه، نحن تواصلنا مع ناس كثار جدا في السودان، يعني اشتغلوا في السودان وقاعدين في السودان على سن نجيبهم فيهم الناس اللي قبلوا، ومن ضمنهم كانت استاذه اصيل دياب، لها كل التحيه والاحترام، كانت معنا الاسبوع اللي فات. قبل كده كانت معنا دكتوره شاهيناز برضو من السودان، وان شاء الله في كم شخصيه ان شاء الله يعني هنعلن عنهم في وقتهم برضو من السودان. لكن يا جماعه في حاجه مهمه جدا، يعني في ناس يعني الاتصال بهم صعب جدا جدا، يمكن يكون لمشاكل تقنيه، ممكن ظروفهم ما بتسمح كده. يعني تواصلنا بناس على حسب الاقتراحات اللي جاتنا كده تواصلنا بيه، لكن للاسف ما قدرنا يعني. تمام. فده ما بيعني انه نحن البرنامج ده بس من الناس البرة بس او السودانيين البرة بس، لا، نحن لكل الناس اللي حققوا نجاح ريجاردلس النجاح بتاعهم ده، اكاديمي فني ثقافي رياضي كله يعني. فان شاء الله يا جماعه الليله ان شاء الله هنستضيف شخصيه يعني جميله جدا جدا، يعني راجل اتعرفنا به وسبحان الله برضو عن طريق مبادرة الباحثين، لكن يعني العلاقة بقت أكثر من علاقة، إنه علاقة إسفيرية يعني في الفيسبوك أو في السوشيال ميديا. عبركم يا جماعة، أول حاجة يعني يعني الأستاذ الجامعي يا جماعة له قدسية، أو الأستاذ عامة له قدسية. فمن هذا المنبر يعني التعامل لحد الآن الحكومة بتتعامل مع الأساتذة الجامعيين ما مشرف. فنتمنى إنه الحكومة تعيد بعيدا عن السياسة، بعيدا عن أي حاجة، ده واجب إنساني، إنه الأستاذ أنت لو ما وفرت له سبل الحياة الكريمة ما حيقدر يبدع عليك يعني. تمام. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو، وصلتنا رسائل كثيرة جدا من الطلبة المبتعثين في الخارج، يعني بيعانوا معاناة ما عادية. يعني أنا شخصيا من سنة 2004 معايش المعاناة بتاعت الطلبة المبتعثين للخارج يعني. فإن شاء الله نتمنى إنه صوتنا ده يصل للجهات المعنية وتحل لهم مشاكلهم يعني. فلأنه بيكونوا في غربة، والواحد بيكون داير يلحق التحصيل العلمي وكده، يقعد يكون مجهجه في الحتة بتاعت الحاجات المادية يعني. ابن الهلالية الليلة يا جماعة هنستضيف شخص جميل جدا، دكتور محمد عمر التاي. ما حتكلم لكم عنه كثير، حخليه هو يتكلم عن نفسه وطوالي. يا دكتور محمد اتفضل. شكرا لك دكتور ياسين، شكرا لمبادره الباحثين السودانيين. طبعا اصعب حاجه انه الزول يتكلم عن نفسه دي، يعني خطيتنا كده في حته ضيقه، لكن عشان كده انا دائما زمان برضو السؤال ده اتسالت له، يعني انه كان طبعا الخواجات هنا بعد طبعا بتقضي كم سنه كده بيقوم كيوريوس، يعني الزول الافريكان ده يعني، فقاموا بعد ما اظن خلصت البي اتش دي كده بالنهايه، فقاموا قال لي يعني هو ار يو، يعني في ناس كانوا شغالين معي 4 سنين، فانا اتذكر كان عملت برزنتيشن كده فاني يعني، فهسه لما انت برضو تواصلت معي هناك فمشيت نكدته غايته، وغايته عملت له هومونيجا زي ما بيقولوا، عملت له هايبريدايزيشن كده مع
معاك، رايته شويه صور من هنا وهنا وهنا، واتمنى انه يساعدني يعني في التعريف زي ما ذكرت. وباكد على كلامك اللي انت قلته انه التعامل الدوله ما زال يعني ليس في المستوى او لم يبلغ المستوى المأمول يعني في مع الاساتذه الجامعيين والباحثين في السودان. وما اعتقد الدوله بس يعني للاسف، حتى المنابر الاعلاميه حتى يعني ما في تسليط ضوء على الجانب العلمي ده وتحفيزه، يعني بحس يعني البلاتفورم مفتوح لكل من هب ودب وما في تسليط ضوء على قضايا. يعني ممكن فنانه تتطلق من فنان تلقى ما عارف التلفزيون والجرائد والبتاع، لكن مثلا مشكله المبتعثين مثلا دي ما يعني ما شاهدتها الا في الفضاء السفيري دي، يعني دي مشكله كبيره يعني. فاتمنى انه المناخ العام ده كله يتغير، سواء من الدوله وسواء من اجهزه الاعلام وكل من له صوت يعني. نعم. ممكن اعمل شير سكرين يعني شير. هل ظاهرة على ظاهرة؟ تفضل. طبعا ده اول سؤال دائما بسأل الناس في زوم، ظاهر ولا ما ظاهر؟ على ظاهر تمام. كان البرزنتيشن ده اتذكر ايام سميته مي ماي سيلف اند محمد، ده كان ماخوذ من الفيلم بتاع جيم كاري مي ماي سيلف اند ايرين. فكان محاور يعني بالتعريف وقتها بقصتي شنو يعني، زي ما بقول اذا كان يعني لدي قصه ممكن الناس تستفيد منها يعني. بس دائما بحب اذكر الـ الشباب او يعني نحسب ان احنا يعني لسه منهم لغايه نوعا ما انه the reality this is your goal يعني to achieve it في ups and downs. الحكايه ما زي ما دائما بتظهر في مسائل الاعلام او في الفيسبوك او كده انه الجانب المشرق، يعني انت بس بتشوف النهايه، بتشوف الجول، الجول ده وصل للنتيجه دي، لكن ما بتكون عارف الهردلز اللي مر بيها في اثناء الرحله دي يعني. نعم. حاجه انا بعتقد البرنامج بتاعك او بتاع مبادره البحثين السودانيين وتقديمك الكريم بيطرق لها، يعني انا شفت كم حلقه كده كان جميل جدا انه الناس دي توري هي وصلت هنا كيف، يعني شنو الصعوبات وكده، مع انه بس والله انا بيجيبوني انا عملت كده وسويت كده ولايف واز بيوتيفول وخلاص يعني. الولاده انا اتولدت طبعا في ام درمان، حيث بيت جدتي يعني وجدي الله يرحمهم، بيت المال، هم سكان بيت المال، وطبعا انا لي بيت المال ده لي مكان خاص يعني في قلبي. انا ما عشت طبعا في السودان كثير لانه زي ما شايفين الصور دي ما من السودان، صور دي من صنعاء الجمهوريه العربيه اليمنية يعني وقتها كانت، بعدين بقت الجمهوريه اليمنية. لكن ام درمان لانه كانت دائما المكان اللي احنا نمشي الاجازات بننزل فيه، يعني كان والد عنده مشروع بنا بيت ونايب بتاع، فطبعا انت عارف مشروع بنا بيت المغترب بياخد سنين، فكانت فتره الاجازات دي بنقضيها في بيت المال. فيعني لغايه هسه انا لما نمشي بيت المال بحس انه عندي يعني زي ما بيقولوا كده مخالب مزروعه في المكان ده يعني. الازقه، الشوارع، يعني كانت ذكريات جميله جدا في بيت المال. وبيت المال ده حي كده يعني بتحس انه انت بتحس الناس دي كلها فاميليار، يعني ما شرط انت تكون بتعرفهم، لكن الناس دي يعني الروح التاخي ويعني والموده اللي موجوده بين الناس، خاصه زمان يعني كنا صغار كان الواحد بيشوف بعدين كان بيت العيله ده الناس بتتجمع فيه، وكمان تيجي انت اجازه كان الناس يعني بيكون كده يقولوا مهبط الافئده يعني في الوقت ده. ف يعني جامع السيد المحجوب، ميدان الكورة قدام الجامع اللي هو جنب حبوبتنا الله يرحمها، يعني شارع السيد إسماعيل الأزهري، الدكان اللي ليه طعميا كان بيرمي سيد الدكان قدام الدكان دي. الواحد ليس أنا لما نمشي بإذن ما دي بمشي بكون معي معي أمي يعني بمشي بس بقف عند سيد الطعمية ده بقول له يا أخي اديني طعمية وبشتري لي عيش بلدي وبشتري لي جبنه بعرف الرطل كده ولا هناي، واقعد في العربيه بس اكل شمارب بتاع يعني. فام درمان دي مكان يصعب انه يتكرر يعني، وخاصه الاحياء القديمه في 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 ام درمان ولازمين وبيت المال. واحب يعني في السانحه دي اذكر يعني اصدقاء الطفوله
او هم اقربائي يعني، لكن لانه طبعا ما تربيت في، فما عندي شبكه اصدقاء كثيره يعني من خارج العائله، لكن يعني على راسهم طبعا كان عندي 3 اولاد خالي هم في سني يعني، او واحد ابن خالتي واثنين اولاد خالي، احمد زنون وعلي ابو بكر زنون وغفاري محمود، يعني كان ديل شركاء الواحد في زيارات في السودان، في الاجرام وفي الضحك وفي اللعب. فعبد الرحمن يعني تبقى في القلب يعني، ونتمنى يعني ان تحافظ على طابعه الجميل ده يعني، ما يندثر مع التطور والتمدن اللي دخل يعني. لكن زي ما قلت انا اتولدت في ام درمان، لكن الوالد هو فعليا كان اصلا مقيم في اليمن. الوالد هو صيدلاني وكان شغال مع شركه ادويه هناك، فكان عنده زي كورس في اليونان او حاجه، فقام طبعا امي حامل فيني وبراه هناك، فقام قال لي اخي خليها يعني احسن نمشي تقعد هي مع اهلها وناي، فعشان كده لسه ما اتولدت في ام درمان، لكن كان خلص الكورس وهو رجعنا ثاني صنعاء يعني. فصنعاء برضو يمكن في طبعا انا جايب الصور بحيث ان يعني انت مثلا اقول لك هسه الخرطوم، الناس عارفه الخرطوم وعارفه معالمنا، لكن انا حبيت اجيب صور على اساس ان الناس اللي ما عارفين طبعا صنعاء يقدروا ياخذوا فكره يعني عن المدينه الصغيره الجميله الغريبه اللي فيها كل شيء يعني، فيها التفاوت بين الفقر والغنى، فيها التحضر، وفيها الأشياء اللي هي يعني، فيها المدينة القديمة اللي هي عمرها 2500 سنة، وفيها المدينة الجديدة اللي هي عمرها تقريبا 30 سنة يعني، أو الإكستنشن اللي هو بر السور ده يعني. فطبعا في صنعاء كان فيها أجالي سودانية كبيرة يعني، خاصة إبان فترة السبعينات والثمانينات، لأنه كانت الحكومة اليمنية دوب كانت البلد ناشئة، فكانت بتجتذب مدرسين وأطباء وكوادر سودانية يعني ومصرية فده أدى إلى أن يكون في جالية كبيرة جدا يعني في صنعاء، وناس يعني الواحد علاقتهم بينا يعني مربوطة وموجودة لغاية الآن. فصنعاء يعني كانت مدينة عبارة عن 10 كيلومتر مربع حدود اللي نقدر نقول، لكن كان فيها زي ما قلت لك كل شيء فيها يعني، وفيها مرحلة الصبا ومرحلة المراحل الدراسية فأنا طبعا صنعاء دي عشت فيها تقريبا 26 سنة ما طلعت منها إلا لما جيت جاي، لا والله مشيت منها كان على السودان، راح أحكي القصة يمكن اللي قدام شوية. لكن يعني قعدت لي في السودان زي 2 سنين كده، لكن تاني رجعت من هناك يا اخوي جيت على السويد يعني. نعم. ف دي يعني زي ما بيقولوا كده باك جراوند جميل يعني، دي يعني حاجه جميله والله، زول يكون يعني مختزن معاه الذكريات الجميله دي، ويعني محل ما يمشي او محل ما يقابل بيلاقيها يعني. ف يعني دي ذات نابعه من الاصاله بتاعت الانسان، ونابعه من اللي هي الوفاء. فطيب دكتور محمد يديك العافيه يعني، واسيم يعني رجعت لنا أخي لنظام. دقايق يا حبيبنا اليماني، وحبك رمان اليمن دي أخي فيها أسئلة كثيرة. اي طبعا بيكون هنا كيوريوس الناس، ما زي الخليج طبعا، الخليج طبعا انا فيه زي ما بيقولوا سودانيين ماشيين جايين، لكن اليمن دي بلد جميلة وكده وبتاع، لكن برضو من الحكاوي اللي بنسمعها من السودانيين اللي كانوا هناك إنه يعني كان حمل السلاح والأشياء زي دي يعني من الأشياء الطبيعية يعني، يعني هم عاملين زي الأمريكان تقريبا، عندهم الفيرس والسكند أمندمنت. طبعا فهل كنت بتشيل سلاحك وبتاع؟ ورينا كده طبيعة الحاجات دي، انتوا شباب لا، كده هناك الغريبة اليوم. الغريبة أنا كان عندي صديقي فلسطيني، هو كانوا من الفلسطينيين، والده كان منظمة التحرير الفلسطينية، واللي طلعوا من لبنان إبان حرب لبنان لما حصل الاجتياح الإسرائيلي يعني، فهو يعني تقريبا تربى زيي في اليمن، هو أخذ الخط اليمني تماما يعني، شفت حكاية إنه يعني غاص في المجتمع حتى الزي التقليدي بتاعهم انا سبحان الله يعني، يمكن الوالده والوالد كانوا محتفظين لنا بهويتنا السودانيه يعني، هويتنا يعني فهمتني، حتى اتذكر انا مثلا في العيد كبرت شويه بلبس عمه وجلابيه وهنا بمشي لهم اقعد معاهم وبتاع، فكان يعني الواحد طبعا اليمنيين شعب لطيف وجميل جدا، وشعب يعني بيحترموا السودانيين يعني، عندهم اعتقاد العرب واروع عرب في العالم يعني، بيعتقدوا ان السودانيين دول كده حاجه اخوانهم يعني، ما وبعدين عندهم نبسة وفاء، بيعتقدوا ان السودان ده استقبلهم ايام ما كان الحكم الملكي،
اللي هو كان طبعا يعني حكم الفرد الواحد ومعيش البلد 6000 سنه قبل الميلاد. فكان منفذ بالنسبه لهم السودان للتعليم. يعني عندي كثير من اصحابي اهاليهم درسوا في السودان، وكان مثلا جده عنده دكان في السودان، في ناس منهم بيتكلموا سوداني عديل يعني. دكان اليمان اللي في الحله ده في كل بالضبط حلال السودان. نعم بالضبط بالضبط. في ناس بيتكلموا يعني شفت يعني، اتذكر مشيت مره اتغدى عند واحد صاحبنا اسمه ضيه، فامه بتناديها ضيه، قلت لها اخت امك؟ قال لي يا اخي انا امي دي متولدت في الخرطوم. يعني وفي طبعا الاسر كمان اللي هي مكسومه، يعني الحضارنا اللي هنا وهنا، وكان يعني في علاقات كبيره جدا يعني. فقلت لك الزول كان محتفظ بهويته السودانيه في يعني في اشياء، كنز حكايه السلاح ونادي انا ما كنت بحبذها، رغم انها كانت برضه جزء زي ما انت قلت من المجتمع. وده انا والله سبحان الله كنت بقول لهم، طبعا هم عندهم فكره زي السعوديه بيقول لك السوداني بمصدر، انا كنت بقول لهم شفتوا الحاجه اللي بتعملوا فيها دي حتؤدي الى الصومه ولا بتاعت البلد دي، لانه يعني البلد قاعده يعني تحت حكم فرد واحد لمده 30 سنه، وبلد فيها سلاح، وبلد متعدد يعني زي ما نقول يعني الاصول القبليه و و و و فيعني دي كلها زي ما نقولوا كده يعني the right equation to make a new Somalia. يعني كانوا بيضحكوا ويقول لي يا اخي ما شنو. للاسف الوضع اللي احنا شايفين الناس ده هو بالضبط، يعني جات ميليشيا شايله سلاح ودخلت العاصمه في 2014، وبعد ذلك جات الحرب عاصفه الحزم و فيعني فعلا حكايه السلاح دي كانت يعني حتى اتذكر كان كل جمعه عند اصحابنا ديل بيمشوا كده برا، يعني بياخذوا شفت الكانز بتاعت السيفن اب والبيبسي والنادي، يقوم يرموها بعيد، يقوم يعني شنو يقوم ينيشوا يعني. وطبعا اي بيت فيه قطعتين ثلاثه سلاح، وهو ذاته جزء من الوجاهه، لانه ذاته جزء من الزي التقليدي زي زمان السكين المدببه بجلد الثور بتاع يعني. فده الاجابه يعني على سؤالك. يعني 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 ما شاء الله انا خاف منك، انت زول بتاع سلاح ومعلم يعني مش كده؟ لا والله تصدق ما حياتي ما حصل هنا يعني، ما كنت انترست في الحاجه، لانه بحسها يعني ما يعني انت ممكن تشيل وتنيش وتعمل فيها زي ما بيقولوا هنا، لكن يعني وقت الجد الانسان دائما بيجنح للسلم يعني. ما في زول دائما يجي للسلاح. اعتقد الشخصيه السودانيه انه دائما هي تجنح للسلم، وبتعتقد التضخيم، العرب رد عندهم التضخيم، يعمل لك سلاح ويعمل لك هنا بتاع. الشخصيه السودانيه دائما بتلاقيها كده يعني تجنح للسلم، بتاخذ خطوه لورا، بتفكر، بتعقل الامور. فده يعني كان زي ما نقولوا اسلوب حياه الواحد يعني. اوكي شكرا يا حبيبي. الله يخليك الله يخليك. العافيه يا دكتور. طيب طبعا احنا يعني عايشنا انه في اساتذه يعني اساتذه سودانيين كتار جدا كانوا بيشتغلوا في اليمن وكده. يعني طيب انت الحاج يعني درست في مدارس سودانيه ولا في مدارس يمنيه؟ هذه انا طبعا جايه بس زي ما قلت لك ما بدي اغفل برضه الجانب السوداني الموضوع، لانه يعني السلايد ده انا من الفكره منه انه شنو الحبب الواحد في التعليم يعني. دي 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 فكرتي يعني في السلايد ده يعني. طبعا انا بنتمي لاسرتين يعني، هم عندهم حاجتين بس بيبرعوا فيها يعني. اتذكر عندنا خالنا زمان جاء واحد يتزوج بنت خالتنا كده، فالعم قال له يا اخي كان دار القروش ما تلقاه عندنا، الحين كان دار العلم ودار السياسه هات تلقاه عندنا. موافق موافق. فكان دي لو بتستدركوا جلسة البرلمان في 19 ديسمبر 55، ده جدا أحبه في الجلسة اللي تم إجازة فيها إجازة استقلال السودان يعني، أو الجلسة المشتركة للبرلمان ومجلس الشيوخ يعني. فجدا أحبه، ده كان هو يعني إحنا طبعا ما حضرنا، هو جدا الوالدة يعني، لكن يعني عشنا على قصصه وعلى لأنه كان زعيم الحركة الوطنية في الأبيض، فكان ماخذ خط مختلف طبعاً عن الحزبين الرئيسيين أيامه والكتلتين الرئيسيات، فكان عنده يعني مآسر كثير ونضالات ضد الاستعمار يعني، وكان واحد من الناس اللي يعني كانوا مؤيدين استقلال السودان، عكس إنه وقتها كان في اتجاه من أطراف معينة بعد يمكن حزب الأمة لأن السودان ده يكون جزء من مصر أو الوحدة مع مصر أو أو أو, أو. حتى يعني في قصة مشهورة يا صلاح سالم لما جاء السودان في 56 حب يحشد الناس، كان في استفتاء الوحدة مع مصر أو عدم يعني، فكان هو طبعا جدا عنده
ماشي كان يعني في خط الاسلام، الاسلام السياسي او اسلامي يعني. فصلاح سالم اللي هو عضو مجلس سياده الثوره يعني، فمهم بيتكلم كده وبتاع عن الوحده ومآثرة وبتاع يعني جدا حبة يعني. كان في ندوه في اظن في الابيض وش، فجدا حبة كان يعني زي قال له يعني سعد الصاغ يعني احنا محمد نجيب وديته لنا محمد نجيب وحبسته ومع والاخوان المسلمين ورميتوه في السجون ومع شنو يعني، انت عايزنا نتوحد مع محمود مع اسماعيل ياسين شكوكو يعني ولا كده؟ فيعني هو كامل الناس اللي هم ماخذين خط مختلف. لكن من الاشياء اللي ورثها لنا برضو حب التعليم يعني. الاسره اسره الوالده عندهم شغف، طبعا اسره الوالد كمان عندهم شغف كبير جدا بالتعليم، والتعليم ده ما 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 حاجه يعني اوبشنال، والله يا اخي انا اقرا ولا ما اقرا ولا اتعلم ولا ما اتعلم ولا. يعني دي حاجه كده باي ديفولت يعني، لازم تقرا ولازم يعني توصل في قرايه لاخرها اذا تقدر يعني. وحتى يعني الناس اللي يعني دي خالتي فاطمه الله يرحمها مثلا حافظ النون تزوجت بدري فما ما كملت قرايتها، انت عارف انها رجعت تكمل البكالوريوس وعملت ماجستير وهي تقريبا زهاء 70 عاما يعني يعني. فكان في فالتعليم ده شيء يعني زي يقولوا مش هم ما ورثونا كمان حب التعليم بقدر ما كمان انه حاولوا من 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 جهدهم ومالهم الخاص انه يقدموا للتعليم يعني. فعندنا جدا الجيلاني عمر التاي ده مثلا وقف يعني أراضي زي ما تشوفين هنا من أجل إنهم يعني كان في حاجة اسمه جامعة القرآن الكريم فرع الجزيرة، فهو وقف جدا العظيم لعمل داخليات للطلاب فقط يعني من أجل تحفيز ودعم التعليم يعني. هنا دي صورة من جامعة الإمام المهدي وفيها قاعة مشهورة جدا باسم البروفيسور عز الدين عمر التاي اللي هو كان عميد الكلية يوم أيام اللي هو عمنا برضه. فيعني قصدي التعليم، ودي صوره من مدرسه الصفيه عبد الرحيم او المدرسه الشرقيه للبنات الابتدائيه، دي تاسست 1938 في الهلاليه. فكان الفكره في وقتها ما كان في تعليم بنات، ولاحظ في منطقه يعني كان يصعب فيها جدا انك تدفع بالامر ده يعني. فجدا الشيخ عمر التاي ده الله يرحمه ويغفر له كان استعان بالشيخ بابيك البدري، قال له احنا في عندنا رغبة يعني نحاول نفتح مدرسة للبنات وإن كانت ابتدائية يعني. وفعلا يعني المدرسة دي تأسست في 1938، عشان كده الهلالية دائما الناس في المنطقة بنظروا لها إنه هي رغم إن صغارة يعني جغرافية وكده، لكن هي واحة للعلم يعني. ودائما الناس الهلالية مشهورة بإنه يعني أبناء بيحاولوا دائما يطرقوا أبواب العلم ويمشي فيه لقدام يعني. الصورة الأخيرة دي صفية محمد علي بخيت، دي خالتنا وهي ابتعثت لجامعة لندن في 1947 وكانت من رائدات تعليم البنات يعني. فقصدته من السلايد هنا إنه ليه التعليم يعني تقريبا 47 48 حاجة زي إذا ده كان تكريم أظن قبل وفاتها يعني. فالتعليم يعني شيء مهم جدا في الاسره وما في نيغوشيشن يعني. نعم، وطبعا بالمناسبه الهلاليه دي منها الشاعر الكبير الهادي ادم بالضبط. وغدا الغاك يعني غدا القاك يا خوف فؤادي من غدي. نعم، وغدا انتظار موعدي نهارا وظله. طبعا بين عند صله قرابه بيه، والمصادفه اخوه كان سعاده السفير مبارك ادم الهادي، كان سفير السودان في اليمن في صنعاء فتره البدايه. فكان يعني كانت جلسات كذا اتذكرها لغايه في 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 منزل يعني بحكم صفه القرابه وكذا يعني، واحنا يعني أبناء الهلالية وكذا. فكان يعني فعلا فخر لنا يعني، طبعا بالعرب يعرفوه أشهر شيء يعني. فكان دائما يقول لك يا أخي غدا أنا وخاك، تقول لي يا أخي الزول ده قريبنا وبتاع، يقول لك يا أخي والله بتاع، يقعد يغني لك القصيدة وأنا هنا جس تأكيدا بس على دي حبيت بس أخذت سكرين شوت من بعض رسائل الدكتوراه لبعض يعني زي ما يقولوا عماتنا وعمامنا وخيلاننا يعني نوعا ما.
بس فقط للتاكيد انه يعني طبعا الخواجات لما جيت عملت كانت برزنتيشن ده يعني ده كانت في البرزنتيشن هم طبعا بيفتكروا انك جاي من افريكا دي يعني you are the first african to be educated يعني in the whole continent يعني. فانا دائما النظره دي كانت بتناي يعني بتنرفزني يعني لانه يعني بيتعامل معاك لانه قبلي كان مثلا عملت البي اتش دي قبلي في الجروب كانت من فيتنام فدائما السوبرفايزر يعني حكيم يقول لي يا اخي هي دي اول واحده تتعلم في اسرتها اول واحده توصل يعني ليفل تعليم جامعي حتى في اسرتها يعني فطبعا خواجات يعني is it so nice in Sudan is it so nice فانا طبعا يعني قلت يعني بمشي يعني بقول لي نو هنا بتاع لكن لما جا يوم البرزنتيشن ده يعني قال لي يوم اتكلم طوالي بس شفته جد قلت له this is just an example of four مثلا PhD theses or thesis من my extended family يعني فيعني عديتهم فكره مختلفه عن السودان يعني السودان ده كيف حبهم بالتعليم وشغفهم ده ما حاجه يعني questionable يعني يمكن الظروف ما بتساعد لكن we are aiming high دائما يعني نعم واحنا مختلفين يعني ما تفتكروا ان احنا جايين من الغابه وبتاع وهنا يعني وده اول تعامل لنا زي ما بيقولوا مع الحضاره مع الحضاره يعني بالضبط ودي طبعا مشكله بتكون واجهت ناس كثير يعني السودان لما يشوف برا يعني دي الأسرة الصغيرة الوالد دكتور عمر حمد عمر التاي الوالدة ليلى زنون ودي الأخواني أخوي وأختي يعني مؤيد عمر التاي وربع عمر التاي يعني طبعا الوالد والوالدة الزول ما بيقدر يعني وفيهم حقهم وأنا جزء يعني من حماسي اللقاء ده ما بقدر أن أتحدث عن نفسي بقدر ما أن أنا أتحدث يعني أو يعني خلينا نقول أوجه رسالة شكر اليوم يعني ما يعني لم يعلو جهدا في أنه يدفعونا إلى الأمام على قدر ما يقدروا قدموا تضحيات تغربوا عن بلدهم سنين وسنين يعني فقط من أجل أنه يحفظوا لنا مستقبل كويس أو يعلمونا بشكل كويس مرت الظروف كويسة ظروف سيئة لكن كان دائما الحاجه دي امام عيونهم فالواحد ما بيقدر يفهم حقهم يعني اتمنى بس انه ربنا يقدرنا يعني نجازيهم خير الجزاء يعني ان شاء الله الدراسه درست انا طبعا في مدرسه اسمها المدرسه الباكستانيه في صنعاء المدرسه الباكستانيه دي كانت او كان يسموها PSS برضه باكستان سكول صنعاء بعدين قلبوها باكستان سكول كوليدج درست طبعا فيها مراحلي من التمهيدي البريبريتوري سكول لغايه ما خلصت الثانوي يعني تخيل انت 14 سنه في مكان واحد يعني هو طبعا كان عنده مبنيين يعني المبنى ده كان من البريبريتوري سكول لغايه الصف الثالث او كلاس 3 يعني بعدين او كلاس 4 اظن بعدين المدرسة الثانية الكبيرة المبنى الثاني كان من كلاس 5 لغاية كلاس 12 فطبعا المدرسة عالم ثاني يعني المدرسة دي هي الوقت اللي كنا بنقضي فيه أكثر يعني المكان اللي بنقضي فيه أكثر وقت من الوقت أكثر من البيت و و و المدرسة يعني دي طبعا صور كان من حفل هنا حفل نهاية السنة في 87 88 88 89 هنا اللي هو كنا احنا يا دوب في البريبريتوري سكول يعني ده كانوا مجموعة من الزملاء وقتها في المدرسة بس طبعا شبنا وشابوا معنا يعني لكن كان المدرسة الحلو فيها كان فيها خليط ده ساعد الواحد انه يمكن يتعامل مع الثقافات وال العراق المختلفة والناس اللي عندهم باكجراوندز مختلفة يعني كان فيها خليط كبير جدا يعني كان فيها هنود كان فيها باكستانيين كان فيها اندونيسيين كان فيها سودانيين طبعا بالإضافة إلى اليمنيين يعني كان فيها خليط كبير جدا يعني فاحنا نشأنا يعني في المدرسة دي يعني انه الناس دي ما يعني ما في شيء بيفرقك من زميلك كده يعني احيانا في مثلا حاجات كانت بتكون غريبه شويه يعني مثلا بيكون في حصه التربيه الاسلاميه يكون زملائنا المسيحيين يطلعوا يعني بيكون عندهم حصه اضافيه بتاعت العاب وكذا يعني مش يطلعوا برا يلعبوا هنا طبعا ما في ماده
كيان مسيحي بالرسم. فالحصة اللغة العربية زملائنا المعرب بيطلعوا. فكان احنا طبعا احنا مسلمين وعرب، فكان نحضر كل الحصص يعني، ما كان عندنا تشويس طبعا. فكان عالم يعني، ما بقدر يعني زي ما بيقولوا كده. لكن حابب اذكر من الناس الاساتذه السودانيين اللي درسونا، كان عندنا طبعا مواد اللغه العربيه والتربيه الاسلاميه مين اللي ماسكين اساتذه سودانيين. فكان في استاذه نوال الماحي الله يشفيها ويعافيها يعني، دي استاذتي وعلاقتنا الاسريه كبيره جدا يعني، حتى بنتها سي معانا هنا في السويد في المدينه الجنبيه يعني. يعني انسانه من الناس اللي فعلا انا اعتقد انها كان لها اثر كبير، لانه كانت علاقه بيننا اسريه. فكان اول ما الواحد يشيز كده على الخط المرسوم طوالي بتمسك التلفون تضرب لناس البيت يعني. فكانت كده يعني فعلا جايدنس مهم جدا انا بعتقد، وعين مهمه جدا يعني علينا في المدرسه. دي كان بريفليج يعني، يعني يكون عندك زول حريص عليك وفي نفس الوقت موجود معك في المدرسه يعني. ثاني في استاذ امن سناري، استاذ بتول، ديل، استاذ سلوى، ديل كانوا كلهم يعني، استاذ بدور يعني. اتذكر التربيه الاسلاميه واللغه العربيه طبعا، لانه هم الباقي المواد كانت باللغه الانجليزيه يعني. فكانوا هم حريصين جدا على انه يأدوا رسالتهم على اكمل وجه، انه الناس دي تطلع يعني برضو بتعرف لغات الام ويعني وثقافتها وحضارتها او ثقافتها الدينيه يعني بشكل مناسب. وفعلا نجحوا في المهمه دي يعني. والناس انا اعتقد ما انا طالب وحيد، في طلبه كثير اليوم حول العالم يعني، كلهم بيذكرون بكل خير يعني، بيذكروا الاستاذ السوداني بكل خير. ودي حاجه يعني بترفع الراس وحاجه كده بتخليك انك براود يعني. لاحظوا هم كانوا 4 5 استاذات في وجود يعني تقريبا 20 استاذ ولا 30 استاذ ولا معي، وكان لهم بصمتهم يعني. اتذكر ثاني من الاساتذه اللي اثروا فيني، كان عندي مدرستي بتاعت اللغه الانجليزيه في الصف الخامس كلاس 5، مسز كارول يعني. هي كانت باكستانيه مسيحيه، كان عندها حاجه غريبه طبعا. الباكستانيين بس عندنا وقت يعني، اكتشفت انه في جاليه مسيحيه باكستانيه يعني. كانت يعني من المدرسات اللي فعلا يعني سابت اثر في نفسي كبير جدا يعني. يعني كانت لطيفة وبشوشة وكانت مرحة كده يعني، وكان رغم ذلك كان لها احترامه برضه يعني. فدي يعني واحدة من المدرسات اللي أنا فعلا يعني ما أقدر أنساها طول حياتي يعني. والأسي مرات بقعد في الفيسبوك أكتب بحاول أعمل سيرش يعني كارول هنا بتاع، احتمال يطلع لي يعني حساب أو لينك أو كده، لكن ما توفقت يعني أن أتواصل معها أو أوصل لها يعني. يعني المدرسة كانت في المدرسة يعني، ما أعرف يمكن شطحت شوية في القصة يا سيد، لو في هنا يمكن توقفني يعني. لا بالعكس يعني، احنا مستمتعين جدا يعني، احنا دارين لك يعني ذكرياتك بتاعت المدرسة وبتاعت النادي بتهمني جدا يعني، قبل ما نمشي لك لقدام يعني. يعني في المدرسة كان الواحد يحسب انه يعني من المتفوقين. لكن طيب كان دائما عندي معضله، كان قدامي بيت اسمها عبد الله ناشر يعني، هي هسه في كندا شغاله في شركه هناك، هي يمنيه يعني. لكن هي برضو من اسره متعلمه فما حد يعني، شي واز سو جينيوس. كانت دائما مشكلتي الاساسيه هي دائما الاولى يعني، انا كنت بجي الثاني. فما حد انا بس ما عرفت اجيبها جاي الصبح يعني. في سنه كده هو ابوه جراح اظن، مشى انجلترا سنتين يعني، فاخذوا معاه. السنتين دي كانت فرصتي ان انا اجي الاول يعني. فالمهم جات بعد سنتين رجع يعني، رجع شنو يعني، بس غايته ما عارف اقول لك. لكن يعني فيعني كانت ذكريات سعيده. لكن في حاجه حابب اذكرها يعني، المدرسه كان عندها سيستم غريب، كان عندها سيستم اللي هو بتاع الاي جي سي اس اي، انك
بيت لغايه كلاس 10 بتقوم تمتحن الاي جي اس اس اي. يعني انت بتحضر الاي جي اس اس اي من الصف الثامن التاسع والعاشر، 3 سنين او اخر سنتين او كذا يعني. اللي هو كان الاو ليفل يعني. فانا بس حابب اذكر الحاجه دي لانه في كان قبل فتره في المبادره في احدى المتداخلات كانت سالت انه هل الاو ليفل وما الاو ليفل والجامعات وناي واو. فانا بس داير كلها قصه انه احنا ذكر كان امتحنا الاو ليفل الاي جي سي اس اي، وبعدين كان عندي فرصه ان انا اخش كليه هندسه في صنعاء كده. الوالد يعني ايامها كان عنده فكره، والوالده انه يودونا برا يعني نقرا او يدوري اكمل دراسه جامعيه برا يعني. الظروف نوعا ما كانت مواتيه يعني. فالاو ليفل وقتها كانت يعني سلاح ذو حدين، في حتت بتمشيك بالاو ليفل بتدخلك وفي حتت لا. فهي حتى يعني المتداخله كان سؤالها كده انه هل الاو ليفل، فيعني في على ايامنا كانت يس النو. طبعا فكان يعني لما خلصت الاو ليفل دي كان جات فرصه اني ادخل كليه الهندسه هنا، فقمت ما هنا خفت كده لا يا اخي يعني ما يعني ليه اضيق فرصي يعني. انا عندي مثلا فكره او ان انا امشي اطلع برا، ليه اخذ الخيار الاول يعني؟ ليه ما اكمل لغايه كلاس 12 واخذ اي ليفلز، وهناك يكون عندي اوبشنز اكثر يعني، اقدر من خلال ان انا ادخل الجامعه اللي انا مثلا حاببها او الكليه اللي انا حاببها وكده يعني. ففعلا خلصنا الاو ليفلز وقلت لا انا هكمل يعني. وكان معي طبعا الصف بتاعنا كان كنا 10 في الصف اربعه يمكن اولاد وسته بنات او طيبه والعكس. فكان اخذنا زي قرار جماعي احنا العشره لا احنا نكمل الاي ليفلز. فبدينا كان كلاس 11، كان واحد من زملائنا عنده ود عمه قدامنا سنتين او شيء، فهو اخذ الاي ليفلز واخذ الثانويه العامه يعني بالانجليزي اسمع. فقام قال له يا اخي، والولد بعدك مش امريكا يعني، مش عمل بكالوريوس. فقام قال له الاي ليفلز مشاكلها كثيره وتعبها كثير وا 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 وا، انتو يو كان تدخل امتحان الثانويه العامه باللغه الانجليزيه والشهاده يعني بيرميت يو ان انتو مش تقروا برا يعني. طبعا صاحبي ده يعني هو برضه من اسره كده متعلمه هناي، فانا اي دو بليف ان هيم. هو اسمه ما شاء الله يعني في كندا اكاونتنت كبير وبوست دوك واو يعني. فكان الفكره انه اوكي يعني احنا بدينا على اساس ان ندخل نعمل الاي ليفلز، لكن ليه ما نقوم نعمل ثانويه شهاده ثانويه عامه باللغه الانجليزيه. وفعلا عملناها يعني، اتذكر احنا العشره، وفعلا يعني العشره بعدين كله يعني ما عدا انا وحشرح الاسباب يعني، لكن 9 منهم ولا 8 منهم فروا يعني مشوا عملوا البكالوريوس برا يعني. فكان خيار يعني زي ما يقولوا موفق. وده داير اقوله يعني انه احيانا ما تفتكر انه الحاجه يعني، ما تخلي الديسيجنز بتاعتك انديفيديوال يعني. اسال شوف هناي، اسال الناس اللي هم مارين بنفس الظرف، ممكن يعني يساعدوك في اتخاذ قرارات. بس اسمح لي هنا يا دكتور، بس طبعا دي رساله مهمه جدا جدا، وانا بضم صوتي لصوت دكتور محمد. في ناس طبعا بيشمئزوا من الـ من الـ من الشكل بتاع الـ المبادره الان، بيقول يا اخي المبادره بتاعتهم كلها بيجت نصايح للطلبه بتاعنا الثانوي والجامعات. وطبعا ده هو ده شغلنا نحن ده يعني، احنا كل الفوكس بتاعنا، انا شخصيا انا شايف انه اهم لي انه انا اساعد لي طالب يعني يا دوب داير يبدا السكه بتاعته، ولا انشر لي لزور لواحد عالم يعني عنده بيبر، لانه البيبر دي بينتفع بها مجموعه بسيطه يعني، معدل جهده مقدر يعني. يس النشر والبحوث جهوده مقدره، لكن الواحد لما يصل للمرحله بتاعت انه خلاص بدوا ينشروا له، ممكن ينشر في حتات كثيره جدا. وبعد شويه دكتور محمد هيقول لنا الحته دي. فاحنا يا جماعه الناس اللي بتتضايق من الشكل بتاع انه والله المجموعه مبادره الباحثين بقت بس كلها بتاع الطلبه وناس بيجوا بيحكوا قصصهم وكده، يس نحن دي الحاجه اللي عايزينها. نحن عايزين انه الطلبه دي يتفاعلوا الحقيقه. نعم. طبعا يا دكتور ياسين، انه دي واحده من اهدافنا يعني، ده هدف وده هدف. احنا بنقول للناس انه يخطوا البحوث بتاعتهم يعني، لو جيت عايز اجيب لك ورقه علميه تناقشها، ولا جيب ورقتك انت،
جيب بكالوريوسك ولا ماجستيرك ولا دكتوراتك وتعال ناقشه مع الناس. لكن ما دام انت تقط لنا من المواقع الثانيه تجيب لنا منشورات وبتاع وهناي وبس تيجي ترميها بس على اساس انك انت بتعمل بوستنج. لكن القصه بتاعت المنتورنج للطلاب الاجيال اللي بعدنا اختيار التخصصات دي حاجات مهمه جدا، ودي عشان تطلع بتطلع بالطريقه بتاعت الستوري تيلينج، ان يجي زول يحكي عن قصته ونجاحه واخفاقاته الى اخره ويستفيدوا منها هم. فالرايين الاثنين مقبولات في المجموعه، يعني ما في اما او، الاثنين حبار. نعم دوم بس الزول اللي بيمتعض يقول لك يا اخي والله كلها بقت اسئله بتاعت شهاده سودانيه ولا كلام زي ده بالضبط كده، يورينا البحث بتاعه بس، يعني ما يبقى الكلام بتعله يا اخي بس عليك الله ما تعمله كده هو عداك. فشكرا جزيلا، حبيت وزد داخل بحته. شكرا، الله يديك العافيه. طيب يا دكتور بس معلش انا قبل ما عندك، لان انت خلاص شكلك امتحنت وبعد ده حتودينا لمحطه ثانيه، بس دار اوقفك شويه في المحطه بتاعت المدارس. المدارس طبعا المدرسه كلها مختلطه مش كده يا دكتور؟ المدرسه كلها مختلطه، كلها مختلطه. ما جربت مدرسه غير مختلطه؟ لا والله انا زي ما قلت لك دخلت البريبريتوري سكول دي في نفس المدرسه يعني، وطلعت منها يعني دخلت انا 89 طلعت 2001 يعني ما جربت. لكن يعني اكاد استشرف سؤالك انه الفرق مثلا بين المدرسه المختلطه والما مختلطه في فيها. والله انا طبعا عندي اصحابي مثلا كان في مدارس ما مختلطه، انت بتلاحظ الفرق في يعني ما هو المرة دي المشكلة كمان، هم الناس بيتعامل معك كأنه يعني جاي من كوكب تاني ولا ناي، وهي يعني في الأخير فبيقول لك التعامل مع الآخر ولا يعني إحنا في يعني we are the same يعني زي ما يقولوا هنا يعني species يعني. نعم. فلكن في المدارس ما مختلطة لاحظت إنه في الناس دي لما قدام في الجامعة وفي يعني ما كلهم طبعا ما بقدر، لكن يعني الناس قدام في الجامعة وفي الشغل بتجد رهبة يعني بتجد رهبة حتى يعني ما شرط هنا، لكن يكون حتى كذا يعني. فأنا حتى أتذكر السوبرفايزر حقي مثلا في البي اتش دي قال لي هل أنت عندك مشكلة أنك تشتغل مع يعني فيميلز يعني؟ طب قلت له لا يعني استغربت طبعا السؤال يعني يعني شنو السبب التشاؤم؟ قال لي لأنه قبل كده جاني مصري طالب مصري وكان يعني نوعا ما قال لي يبدو إنه this is his first exposure to work يعني مع هناي. فقلت له والله أنا يعني حياتي دي كلها قريت في مدارس يعني في المدرسة كان مختلطة، مش حتى يعني بنات وأولاد، أديان مختلفة. يعني واحد من أعز أصحابي في مثلا في ابتدائي كان سوري مسيحي يعني ما 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 يعني. فقلت له ما عندي المشكله دي يعني، حتى هو برضه حكى ثاني يقول لي يا اخي انت عندك مشكله تشتغل مع الشيعة لكن عودا لسؤالك، ما دائما في فرق، لكن خلينا نقول في رهبه نوعا ما يعني، وفي الجامعه بالذات لانه بتكون فيرست اكسبوجر يعني. صح. ودي قابلتها برضه عندي في زملائي السعوديين مثلا يعني في اوروبا هنا يعني، ودائما بيتكلم كده يعني عن المراه دي معاوي انها جايه كده من عالم ثاني يعني وهناي وكيف يعني هو ممكن يعني يتعامل معاها، ويعني الموضوع بياخذ له يعني شنو يعني اسسمنت وبتاع يعني ما اون ذا ران كده يعني. انا خليني اسالك السؤال ده، انا قريت في مدرسه ابتدائيه طبعا في سوداء الجزيره، مدرسه ابتدائيه يعني المدرسه صغيره لكن كانت راقيه جدا جدا. فلما مشينا المتوسطه الحلة اللي قرينا فيها المدرسة المتوسطة كان فيها مدرستين بتاع البنات يعني ابتدائية بنات ابتدائية أولاد يعني، فكان الأولاد بالذات يعني ما قروا معانا من المدرسة الثانية كانت نظرتهم غريبة جدا للمدرسة بتاعت البنات، لما يجوا مارين كده بيعاينوا بالشبابيك وعاين دي كلاس وكده وشنو نحن الحاجة دي ما كانت يعني كنا متعايشين معها تماما يعني. تخيل لي ده جزء من أسا أنا بعمل بحثي في الحاجة دي يعني. لا بدت فورشور دي تعرف احنا بعد المدرسه بعد الدوام بتلقى يعني مجموعه من الناس مالهم واقفين برا يعني. ايوه نهايه الدوام ده طبعا بيكون بيجوا بتاع عارف شفت بيكون عندهم التريز العربيات حقت فيها الشوكولاتات بيبيعوا يعني بعد نهايه المدرسه يعني، بعدين بيفتكروا دي مدرسه خاصه يعني في قدره شرائيه يعني. طبعا يعني شنو بتلقى الباعين المتجولين ديل يلا بتلقى لك جحافل من اللابسين يعني قمصان جديد وعملك الجل وما عارف شنو بتاع، وتحصل مشاكل يعني. احنا نذكر احنا فعلا حصلت مشاكل يعني، مثلا عاكس
واحده زميلتنا تقوم انت مثلا يقوم ده يتدخل يقوم ما عارف شنو، يعني في مشاكل وصلت زي ما قال حتى دكتور انور، وصلت لحد استخدام السلاح يعني بسبب حياه زي دي يعني. لكن طبعا ما دائما يعني، زي ما قلت لك في ناس انا قابلتهم في الجامعه، في جامعه صنعاء برضو هنا قريت هناك، كانوا يعني من 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 قرى يعني بسيطه جدا في اليمن دي، وما اكسبوزد حتى للتعامل مع المرض، كل ما تعامل في حياته الا مع اخته وامه لكن كانوا في قمه الرقي والاحترام والتعامل لدرجه ذاته اوفر يعني. لكن النورم النورمز هو العكس يعني، انه التعامل الرفق والنظره يعني دائما انه النظره للانثى دي يعني حاجه طبعا طبعا. بعدين انا ما يعني يمكن قد في ناس كده يعني فكره انه فصل التعليم وكذا، في ناس طبعا انا ما خبير تربوي ولا هناي، لكن ما يعني ما شايف الناس مثلا قالت في المدرسه مختلط انا واخواني الاثنين، ما شايف يعني انه يعني نهايه العالم ولا ما عارف يعني فهمتني، ولا حصلت كوارث ولا الواحد ما يعني الناس اللي بي 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 ادفوكيت حكايه الفصل عندهم يعني كده ما اعرف قصص احيانا بينسجوها من الخيال يعني، يعني فهمتني، ما هو انا يعني دار اعمل حاجه غلط ما حسن المدرسه ممكن في يعملوا فيه حته وما بيوصل المدرسه يتخلى المدرسه بتهذبك يعني، لو كان يعني حتى في بتكون انت اندر سوبرفيجن وفي في منافسه وفي نعم بالضبط. والعقاب احنا الاثنين شركاء في العقاب، احنا والبنات اللي معانا في الصف، واحنا في نفس الوقت شركاء في النجاح يعني، يعني وفي نفس احنا كلنا بنجيب في الاسامبلي، شفت هنا الحته دي الصباح هنا دي في الاسامبلي حقت الصباح دي كلنا واقفين في الصفوف، كله كلاس صف بتاعه اولاد وبنات، بنردد نفس النشيد وبنقول نفس الكلام يعني، ما كان في مشاكل صح يعني ما بقول لك انه هنا، لكن المشاكل دي ممكن تحصل برضه في مدرسه اولاد، ممكن تحصل في الجامعه، ممكن تحصل في الشارع، ما حاجه يعني هنا. لكن طبعا ما عارف يعني طبعا بتبقى بعدين الحاجه الغريبه انه هي طيب لو المشكله اجتماعيه او يعني في موانع اجتماعيه، ايش معنى يعني انت ممكن تعمل لك مدرسه خاصه وتعمل فيها لا ده ما خلاص يعني، مثلا زي السعوديه دي تقول لك لا يا مثلا خلاص يعني ده زي ما نقوله كده تابو اجتماعي ما تتعدى وخلاص بيشمل كل ده. لكن احنا في يعني مثلا زي حتى في اليمن دي او في السودان يقول لك لا يا اخي ده تابو اجتماعي، انا لكن انا بكره كان عندي مثلا مليون دولار وجيت عملت لي مدرسه وعملت لي فيها نجيله وبتاع وهنا اي كان هاف يعني ميكستشر اوف ستودنتس زي ما يقولوا بنات واولاد، وزي ما قال المذيع المصري فل شمعه منوره يعني. يعني فهمتني، ودي المشكله يعني انا ما قادر افهم يعني طيب هي المشكله هنا للبسطاء وما مشكله الاغنياء يعني ولا شنو؟ يعطيك العافيه دكتور. طيب دكتور محمد امتحنت الشهاده ما شاء الله وجبت نتيجه عاليه جدا يعني، جبت 92 ولا جبت كم يا دكتور؟ ما عرفتها كيف دي؟ ها؟ دي عرفتها كيف؟ بس حسيت كده انه يعني غيرت المسار بتاعك. جبت 91 و25 من 10. فا يعني الكلام ده في 2001 طبعا، ما هذيك جابت 92 وحاجه برضه يعني لغايه اخر نفس. واتذكر يعني في انتهاء الثانويه كان والله معي زميلي صديق عمري برضه سوداني وضح محمد العوض الله يشكره بالخير لو بيسمعنا هسه، هو برضه لكن هو امتحن من مدرسه ثانيه يعني، وامه برضه استاذه سلمى كانت مدرستنا في فتره من الفترات، وكان برضو معاي من زملائي السودانيين ما كانوا يعني معاي في لغاية ما خرجت، لكن كانوا في أثناء المسيرة يعني في ناس حولوا مدارس وفي ناس هناك، مها حسن سعيد برضو يعني الله يذكره بالخير لو هي بتسمعنا، وأخوها محمد حسن طبعا كان زميل أخوي مؤيد، وطبعا وجدان الماحي كانت ورانا بسنتين، فكان مجموعة من الشباب السودانيين يعني واحد كان بيحس كده برضو بحضن الوطن يعني في وجودهم يعني. فامتحنت انا في ايوه في 2001 وجاء السؤال المهم جدا، انا كان عندي رغبه اطلع، بعدين اليمنيين عندهم بيزرعوا فيك الرغبه، اليمنيين عندهم تندس زي اللبنانيين دارين يطلعوا يعني دارين يمشي يقروا برا، قرايه برا دي يعني حاجه اساسيه بالنسبه لهم يعني، الناس اللي عندهم حتى اللي ما عنده قدره كان في ابتعاث، كان في برنامج ابتعاث بتعسك حتى للبكالوريوس كان طبعا برنامج ابتعاث كان ما عارف طبعا يعني في الاخير بلد نامي يعني وبلد عنده مخلص. لكن كان في حكايه الابتعاث ده في فرصه يعني، انا الصف بتاعنا 10 طلاب 8 منهم طلعوا، واحد ما طلع لانه كان عنده ابوه عنده شركه وهنا ابوه تعب فمسك الشركه على ابوه يعني السبب ما طلع.
فكان في جزئين، في ناس اللي عندهم المقدره الماديه بيطلع بقروشه، وكان في الناس بيطلع وبعدين بيطلب بيرسل طلب التحاق بالبعثه. وكان في برضه حاجه بيسموها المقاعد المتبادله، يعني الحكومه اليمنيه، ودي حاجه المفروض يعني مثل زي الحكومه السودانيه المفروض يعني تصدق انه كان في مقاعد الحكومه اليمنيه بتدفع فيها تعريفه، كل اللي بتدفعه بتدفع الهناية الاكوموديشن وكذا للطالب حقها، لكن هي بتمشي تعمل مثلا تريتي مع الحكومه المجريه انه دارين احنا مقاعد كدوله ناميه وهناك تدونا مقاعد للطلاب، يعني دون ما يقوم طبعا يعني ده تعامل دولي يعني ما جاء مع ما كان التبادل الثقافي كان يعني بالضبط بيسموه التبادل الثقافي بالضبط بالضبط. لكن يعني الحاجه دي ما دايره لا درس عصر ولا يعني بالعكس انا اعتقد ان في دول كثيره ممكن تديك الفرصه دي يعني يعني ده رايي الشخصي يعني نواسي وزاره التعليم العالي يعني في اشياء كده ما عارف يعني انا بضيع وقتهم فيها يعني اشياء زي دي ممكن تمشي فعلا يا اخي امشي اقعد مع الجامعات احنا عايزين تريت احنا دوله ناميه وحصلت عندنا ثوره وحابين مثلا انه تدعمونا وكل الدعم اللي حطالب منكم 10 مقاعد 20 مقعد 30 مقعد بس يعني. فكان في فقلت لك الناس كانت بتطلع يعني بعد ذاك انت طبعا هنا بيدخل الفساد حسب اهلك منه. اذا انت من اسره بسيطه تمشي مصر تمشي هناي تمشي ده تمشي الدول العربيه، اذا انت متوسط يعني مثلا نقوله يعني حظوتك في الدوله او في المتوسطه تمشي يعني دول اوروبا الشرقيه وكده وبتاع. اذا انت طبعا يعني صديقي اللي قلت لك في كندا ده هو اخوه كان وزير وبتاع يعني كان اسره كده سياسيه كبيره جدا، يعني الزول ده طلعت البعثه بتاعته قبل ما يخلص الثانويه ذاته يعني جاب لنا الورقه في الصف قال لنا ده توقيع رئيس الوزراء ان انا يعني ده طبعا بيمشي امريكا وبيمشي كندا وبيمشي انجلترا وكده. فانا المشكله الوقت ذاك كان عندي كان الرغبه انه انا امشي اطلع برا، والوالد والوالده كانت رغبتهم كده يعني يمكن برضو متاثرين بالجو العام في المدرسه او هناك. الوالد شاءت الظروف انه حصل له ظرف مادي يعني في الوقت ذاك الكلام ده 2001 تقريبا، فبدأ الحلم كده يعني شنو زي ما نقول ينهار يعني. وبعدين مش الحلم مش حلم انديفيديوال يعني انت قلت لك احنا مع بعض الدفعه دي والدفعه اللي ورانا والقدامنا يعني فكره السفر دي هنا يعني اساسيه تو جيت ديجري يعني زي ما نقول من جامعه برا يعني. فبدا الحلم ينهار لكن المهم يعني الوالد الله يحفظه يعني والوالده قالوا لي يا اخي انت بس هي اصلا انت كده ولا كده يعني هنا في فتره جاب يعني كم شهر كده امشي السودان امشي شوف الحاصل شنو هناي. الكلام ده 2001 مشيت طبعا اول ما وصلت قال لك عزه السودان خمسه وما اعرف شنو هناي اوكي يعني انا ما عندي مشكله لكن انا دار اشوف حكايه الجامعه ومن الجامعه. المهم دخلونا لك في حكايات هناي ويلا بعد ذاك ما عارف عنده حساسيه من الفول ما عارف جي 6 بي دي ديفيشنسي وما عارف شنو يدخل المعسكر ومشي المعسكر ومشيت هناي ومظلات وما انت. المهم الوقت رايح يعني رايح. ف المهم لما جاء السؤال انه هل ممكن ادخل كمان جامعه في السودان طبعا انا برضو الفكره ما تبلورت لكن لاني بحب السودان يعني فهمتني فحسيت انه دي فرصه انه يعني صحيح حلمي ان انا امشي مع اصحابي مره وهنا بتاع قد يكون هنا لكن يعني برضو الجامعه القرى فيها ابوي يعني جيت فصل يعني الخرطوم بحب يعني قاعده مع اهلي او كده يعني اهلي طبعا في اليمن لكن قصدي اهلي الاسره الممتده يعني يعني حسيت انه يمكن ده يكون برضو تعويض عن الحاجه دي يعني. هذا طبعا ده السؤال اللي انا يعني لغايه هسه ما قادر افهم له اجابه يعني انت جاي من برا شهاده عربيه طبعا شايل الاوليفل بتاعته شايل شهاده عربيه اوليفل قال لي والله يا اخي فيها اوليفل دي طوالي مقعد خاص ما في ما عندنا ما بنتفاهم شهاده عربيه دي انا جايب 92% طق 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 بننزلها لك ما عارف 7 8% ولا شنو ما عارف شنو بتاع. يعني انا ما قادر افهم 8% على اساس يعني طبعا في نظره برضو انا دي مشكله كبيره جدا في السودان اتمنى ان النرجسيه احيانا يعني وانا يعني فهمتني يعني انت بتفترض ان التعليم يعني التعليم في السودان اهالينا تعلموا في السودان والسودان ده يعني كان له ايادي بيضاء في مجال التعليم لكن انت ما ممكن يعني تتعامل مع يعني الشهادات اللي الناس بتحصل عليها من دول تانية
بالازدراء ده يعني ممكن تقول لي زول جاي من السعوديه ناقص 13%، وجاي من اليمن ناقص 8%، وجاي يعني فهمتني. وبعدين ما سيبك، اوكي احنا سودانيين يعني فوق حكايه ان انت عندك ازدراء للتعليم برا السودان ده، مع احترامي احنا سودانيين، احنا من حقنا يعني. انت البلد المفروض يعني ابسط حاجه توفرها لنا تديني فرصه ان انا اتعلم يعني في التعليم العالي. تخيل انه قال لك لا ب 8%، انا قلت انه بال 8% دي انا حاخش مع يعني كليه ما رغبتي، وانا كان سالت رغبتي وقتها شنو ما عارف يعني من الضوضاء والشوشره اللي حصلت دي ما كنت عارف يعني فعليا ده تخش شنو. فدخلت في المتاهه دي، فاتذكر كان الوالد اتصل علي قال لي ها وهنا بتاع يعني، قال لي يا اخي في هنا في صنعاء فاتحين حاجه اللي هو تبادل ثقافي، كان الطلاب اليمنيين بيجوا السودان والطلاب السودانيين اللي في صنعاء ممكن يقروا في الجامعات. قال لي يا اخي احنا بنسجلك وانت بعد ذاك، كان جات فرصه السودان دي ولا هنا، وقال لي في فرصه الكلام ده اتذكر، قال لي في فرصه في مصر تمشي تقرا كمبيوتر ساينس لو 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 يعني. قال لي بنحاول يعني غايته هنا. قلت له والله يا اخي انا كمبيوتر ساينس يعني انا لايك كمبيوترز وكذا وبتاع، لكن ما انترستش في الكمبيوتر ساينس. فقال لي خلاص انا هقدم لك هنا في صنعاء وشوف انت هناك يعني، اسال كم شوف الحاصل شنو يعني. طبعا برضه صعب عليك انت زول عمرك 17 سنه يعني، فهمتني؟ الناس مهما حاولت تساعدك برضه ما حتكون يعني، قال لك زول يمشي يدقدق هنا ويعمل هنا وبتاع. ففي الاخير لقيت ان الوقت راح، وقال لي وهو قدم لي وقبلوني في كليه الهندسه في صنعاء. فقال لي السنة حتروح ما يعني يا تجي تبدأ هنا يا هناي خلاص يعني، ما يبدو انه ما هناي، لا يبدو انه حلم الطلوع برا لن يتحقق، وحلم ان انا اقرأ في بلدي لن يتحقق يعني. فرجعت وبدأت كلية الهندسة في جامعة صنعاء، وكان طبعا برضو لقيت شباب سودانيين يعني ناس زي الورد يعني يبدو انهم حسوا بالشوك النفسي اللي جاني يعني، من شوك بمعنى انه يعني انت كان عندك حلم ودريم وسقط وناس اقل منك يعني، خلينا نقول يعني في الرانكينج بتاع الجامعه او عفوا الرانكينج بتاع الثانويه وكذا مشوا يعني، مشوا اللي قدام او مشوا يعني حققوا الحلم ده يعني. في ناس انا بعرفهم مشوا وقروا برا، هم اصلا في المدرسه ما كان ذاته عنده انترست يعني في واحد ما كان لكن بس لكن قلت خلاص يعني زي ما بيقولوا الانجليز let's clench teeth and walk forward. دي ظروفي كده، ظروف والدي هو كان عنده الرغبه، تكفيني انه كان عنده الرغبه هو والدتي، لكن ظرفهم ما سمح لهم يعني، فانا ما حقدر اعمل الا كده. فرجعت وبدأت في جامعة صنعاء كلية الهندسة. هذا دخلنا في معضلة تانية قد يعني يراها البعض غريبة. كانوا طاقم التدريس في كلية الهندسة في جامعة صنعاء مصريين يعني، مصريين ويمنيين يعني. هذا طبعا وصلت متأخر بسبب مواضيع الدفاع الشعبي والبعث الشيوعي بتاع، وصلت هذا متأخر يمكن أسبوعين. دخلت محاضرة، هالمدرس او الاستاذ يعني او الدكتور او كذا قال، كان بيتكلم عن قال المستوى الشاقولي. انا طبعا الشاقولي دي ما فاهمه ذاته هي ايش، كتمت معي يعني خلاص يعني. بيجيت اكتشفت انه في مشكله، كانت التدريس كان كليه الهندسه بالعربي، وانا معظم المواد الساينس والماثيماتكس وكذا وهنا كانت بالانجليزي. ما بقول لك انه يعني بالعكس، الواحد كان يعني اللغه العربيه كويسه جدا، ويعني كتاب النصوص في اللغة العربية ده أنا كنت بقرأه قبل ما السنة تبدأ يعني. قرينا لإيليا أبو ماضي، قرينا جبران خليل جبران، مي زيادة. المنهج اليمني كان فيه حاجة جميلة بتاع إنه مشتق من المنهج المصري، يعني المصريين هم ساعدوا اليمنيين في ثورتهم، ونايف جابوا لهم منهج، فبيقى يعني شنو الواحد عنده اطلاع على أشياء كثيرة يعني. زي قلت قرينا الجبران، قرينا طبعا كان الفردوس المفقود دي لما تجي كده في الهناية الواحد بتاع محمد أحمد محجوب طبعا كده بينتشي كده، وهنا يعني انه النظام ده يعني هنا، وطبعا تحت في نبذه عنه يعني دائما عن الشاعر، محامي واديب طبعا. طبعاً زملائك يقول لك يا اخي والله انتم السودانيين ما شاء الله يعني. حافظ منا حاجه يا دكتور؟ ها؟ حافظ الفردوس المضغوط حافظ منا حاجه؟ نزلت شطك بين بعد البين والهانه، رايت منكم التبريح الوانه
نعم بالضبط. وقرينا المحمود سامي البارودي لما تنفى لسيلان مع سعد زغلول قصيدته المشهورة بتاعت محل بين ما أبقت عيون لها مني، فشبت ولم أقضي اللبالة من سني، عناء ويأس واشتياق وغربة على شد ما ألقاه في الدهر من غبني. يا وإلي سلام. يا أبو ماضي أيها ذا الشاكي ما بك داء، كيف تغدو إن غدوت عليلة، إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلة. وطبعا كل الشعراء دي يعني زاغوا مرارة الهجرة والغربة وكده يعني، فعشان كده بالظبط 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 نعم بالظبط. لكن يعني اللي قصدته انه يعني طبعا في ناس، انا دي مشكله برضه بشوفها، يعني في ناس بيقروا في المدارس الخاصه بدرس بالانجليزي ده بيبدا يعني يعود لك الكلام او يعمل لك انه هنا يعني ممكن يكون فعلا يعني هي واز لايك educated سو. لكن انا بعتقد انه لو انت educated في مدرسه بالانجليزي في دوله عربيه ديفنتلي اخذت حصه عربي واسلاميات دي فور شور. فيعني لا يعني قلت لك حصه واحده احنا بتاعت عربي في الاسبوع تقريبا حصتين او ثلاثه. وقلت لك يعني قرينا المدرسه الكلاسيكيه في الشعر احمد شوقي، وقرينا هنا المدرسه الحديثه الشعر بدر شاكر السياب، يعني وقلت لك محمد احمد محجوب، محمد هنا محمد محمود الزبيري. بعدين الميزه كمان قلت لك في المنهج اللي انه كان يعني سبيكتروم، يعني بيجيب لك شاعر يمني، شاعر مصري، شاعر سوداني، شاعر هناي. يعني مثلا في قصيده طبعا يمكن الشعر اليمني ده او الشعراء اليمنيين ما يكونوا يعني الاخوه في السودان والناس في السودان بتذكر، لكن في شاعر مشهور اسمه محمد محمود الزبيري، يعني ده كان هو ابو الاحرار بيسموه او ابو الثوار، اللي هو كان اوائل الثوار ضد الحكم الملكي يعني بقلمه. فعنده قصيده جدا مشهوره اسمها سجل، ايوه فيها بتسجل مكانك في التاريخ يا قلم، فها هنا تبعث الاجيال والامم، شعب تفلت من اغلال قاهره حرا، فاجفل عنه الظلماء والظلم، ان الطغاة وان عظموا شانهم لهم قلوب من الاطفال تعتزم. يعني في القصدت انه لما دخلت بوتيك الجامعه وكانت اللغه العربيه، لكن اكتشفت انه العربي بتاع الادب والنصوص شيء وبتاع ويمكن انا برضو الهندسه ما يعني قد يكون بيلت ان يعني فيلينج، ما كان عندي رغبه يمكن شديده، يمكن كان ده السبب. يمكن المهم قضيت السنه بتاعت الهندسه دي بالطول بالعرض، يعني كانت كنت ديسبرت يعني انه تخيل حلمك انهار ودخلت حاجه انت ما قادر يعني تفهم انت وين واقف بالضبط ولا شنو ولا ناي. طبعا السنه الاولى كانت جنرال، السنه الثانيه تتخصص كان كيمياء كهرباء ميكانيكا، معمار ده كان من أول سنة براوي يعني. فانتهت السنة الأولى، أنت كان نهايتها كان كأس العالم 2002، يعني والله ظن امتحانات بمشي أخلص الامتحان مشي أتفرج المباريات، لأنه كانت في كوريا واليابان بتتذكر كانت بالصباح يعني عندنا أنا. يعني يعني ما أنا. فالمهم انتهت السنة الأولى دي، جاء السؤال بتاع إنه أها should I continue should I، قلت والله يا أبوي صراحة أنا يعني ما حقدر أكمل. اها طيب ده تقرش. طبعا امي كان يعني فرصه ذهبيه بالنسبه لها كاي ام سودانيه، لازم ولدها يقرا طب، مجموع ده بدخل طب هنا يفتح. فهي يعني وجدت ضالتها في اللحظه دي، يعني لا هي خلاص انت حول طب هنا. لا والله انا صراحه الطب ما اعرف، يعني أنا بحب البيولوجي بحب الكيمستري وكده، لكن ما يعني ما 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 عارف ما حاسس نفسي. الطب ده مشوار يمكن طويل وكده وبتاع، انا حابب يعني حاجه تكون اكثر يمكن. فالمهم يبدو ان انا احيانا انت بتفتش على حاجات برا وهناي بعيد منك وهي تكون جنبك. انا والدي صيدلاني يعني الفكره انه اوكي يعني صح، يعني انا صيدلي طيب، يعني انا عشت في البيت ويعني يقولوا الصيدله كانت جزء من حياتنا، يعني والدي كان عنده الـ يعني حاجات من المكتب بيجيب البيت، الجورنالز دي كنا نتذكر بيمشي البريد بيجي، وكانت الجورنالز بالبريد تجي الجورنالز دي كده ونايب ترسلها له الشركه، يعني اساسا يكون في ابديتس ستاديز وكده بتاع. فنمشي يستلمها يقوم هو يخطها ورا في الكرسي، انا اكون قاعد اقوم اشرطها من الكيس النايلون الشفاف ده واقعد اقراها. يعني دي طبعا عاده برضو خلت الواحد برضو يحب الاطلاع والتاريخ والسياسه، برضو بالاضافه زي ما قلت لك الى انه جو الاسره العام كان فكره السياسه ونايب، انه الوالد كان برضه بيجيب الجرايد بتاع الحياه الشرق الاوسط هناي روزر يوسف. انا اتذكر والله يمكن 6 7 سنين كنت بشيله واقراه يعني. فالمهم
فا اوكي صيدله صيدله ما صيدله بتاع بيرفكت خلاص انا احول على صيدله. جيت احول على صيدله قاموا قالوا لي يا اخي انت المقعد اللي احنا مدينه ليك ده في التبادل الثقافي هندسه ما ينفع تحول لصيدله. وطبعا زي ما ذكرت لك يعني الظرف المادي لوالدي ما كان يعني بيهنائي. لكن يعني عشان اوريك احيانا انه دعم الاسره دي يتجاوز كل المعقول واللا معقول. في ظل الظرف الصعب ده قال لي يا اخي خش خش الحاجه اللي انت دايرها وانا يعني I take the full responsibility. الرسوم كانت يمكن تقريبا 2500 3000 دولار يعني انا يعني. وقلت لك انت تتخيل يعني زول يوم من الايام ما كان بيضع يعني حسبان للحياه دي وفجاه كده بقى انه التشويسز بتاعته لابد انها تكون محكومه بقدر كبير جدا بالميزانيه بتاعت الاسره والايكونومي وكده يعني. فدخلت دخلت الصيدله. هذا لما دخلت الصيدله اكتشفت زي ما يقولوا اعاده اكتشاف الذات. السنه الاولى كانت جنرال عملناها يعني انتهينا من السنه الاولى. طبعا دخلت برضو كانوا معاي في الصيدله في دفعتي بيجوا هم قدامي لانه انا تاخرت سنه في الهندسه فلقيتهم قدامي يعني منهم ناس نهال طيب عبد الهادي ورندا الصايغ ومجموعه يعني من الشباب اللي كانوا بيقروا طب وصيدله. فقريت السنه الاولى وجبت نسبه كويسه يعني كان زي ما يقولوا وورم اب. من السنه الثانيه فعلا بديت احس انه لا I should do something different يعني I should be different. ما هنا يعني. طبعا دي صور من جامعه صنعاء كليه الطب يعني كليه الطب العلوم الصحيه بيسموها. ده هنا مدرجات المحاضرات بتاعتنا ده الساحه يعني مبنى كبير وضخم جدا كان طبعا بنته الكويت كهديه الحكومه اليمنيه في فتره الثمانينات يعني. وبعدين كانت الجامعه دي يعني في فتره كده في الثمانينات التسعينات كانت تستقطب برضه يعني مجموعه من الاساتذه. احنا طبعا لحقنا اخر ايام كده يعني زي ما بيقولوا. كان مثلا بروفيسور او دكتور علي فضل القامه المشهوره جدا في جامعه الخرطوم كان هو الانشارج لغايه ايام يعني كان انشارج من كليه الطب يعني كان انشارج الكليه يعني. كان في الدكتور محمد ابراهيم تعرفون الصيدله طبعا دكتور محمد ابراهيم الشهير بكارلوس كان برضه بيدرس هنا. كان في مجموعه من الاساتذه المصريين دكتور مهند شهاب ده واحد من السوبر جينيوس بيبل اي هاف مت ان ماي لايف يعني انا ما اعتقد انه يعني الاي كيو بتاعته ده غايته بتكون حاجه كده اكسترا اوردينري يعني زي ما بيقولوا. فكان كان الجامعه فيها يعني زي ما بيقولوا احنا كنا ما سعداء حظ ان احنا نلحق الفتره الذهبيه لكن برضه ما تعسى حظ ان احنا نلحق الفتره السيئة يعني كنا كده في النص يعني لحقنا شوية حاجات وحياتنا يعني. فالمهم بس حاجة حابب أتطرق لها طبعا السنة الأولى في قلت لك عددية من طلاب السعودية بدأ استقطاب السياسي طبعا لاحظ احنا في غربة وفي نهاية بتاع وبدأ الاستقطاب السياسي. المشكلة كمان في الاستقطاب السياسي إن هو بيفترض إنه الناس يعني اميتشرز كده وناي وما عارفين حاجة فالزول ما بيجي يقول لك والله يا أخي أنا من التيار الفلاني تعال خش معانا يعني شنو بيجي يقول لك يا اخي تعال نمشي ناكل تعال نمشي ما عارف شنو تعال هنا عندنا اليوم المفتوح اليوم المقفول ما عارف شنو يعني فهمتني وتشز فيها امتهان يعني. وده لغايه الان على فكره مستمر في الاحزاب السياسيه بتحاول تستقطب يعني منسوبين لها بشكل يعني كانك ترمي شبكه وبس بتلم يعني ما انه والله يا اخي عرض افكار ورؤى و و و و وانت بعد ذاك يا اخي تقبل او ترفض لا يعني شنو انه والله يا اخي تعال معانا هنا عندنا ما اعرف الجمعيه الفلانيه عندنا المنبر الفلاني طبعا تكون تسمع منبر السودان او مثلا جمعيه ما اعرف الاخاء والمعارف شنو انت الحياه دي كده ما عندها يعني ما بتقدر تستشف الوراشن الا بعد شويه لما تخش يعني كده بالناس يعني. فبدا الاستقطاب طبعا بين التيارين المشهورين يعني في السودان يمين ويسار يعني. لكن انا ما كان عندي انترست في يعني كان عندي حب للسياسة والتاريخ يعني أنا مولع جدا بالتاريخ لكن ما كان عندي انترست إني أكون تحت مظلة يعني لأنه الفكرتين نفسهم يعني مع احترامي يعني لكن يعني فكرة بتحكم لمدة 25 سنة وقت 20 سنة وأثبتت فشلها يوم بعد يوم يعني دي فكرة. والفكرة الثانية فشلت في موطنها ذاته يعني يعني
في مهدها فشلت وما يعني هنا زي ما يقولوا يعني لفظوها اهلها نفسهم. فيعني انتوا بتتكلموا عن شنو يعني؟ لكن طبعا الواحد كان عنده خط كده ماشي فيه يعني. فكره مثلا السفاره دي، مقاطعه السفاره دي كانت كده انا بعتبرها يعني، او مقاطعه، انا دائما كان عندي حاجه بسميها المقاطعه الاجتماعيه يعني. المنسوبين النظام البائد، انت ما بس الفكره، انا ممكن اقول لك يا اخي النظام ده والنظام ده، بكره اكون قاعد معك بتعشى مثلا، والله يا اخي نجح ولدك ولا لا يعني. انا دائما كان عندي فكره شخصيه كده يعني، برأي كده انه لا، في حاجه اسمها المقاطعه الاجتماعيه. اتذكر حتى الرئيس المخلوع زار السفاره دي مره مرتين، طبعا يلا بيحشد الطلاب السودانيين. انا ما كنت يعني، طبعا في ناس ما بيمشوا لانه موصل، لكن انا ما كنت بمشي لانه بعتقد انه ذاته يعني شيء اضعف الايمان، دي شراكه في الجرم يعني. انت لما تمشي تهتف وتحتفي وغناية وبتاع، حتى لو ما هتفت ولا احتفيت يعني، برضه انت جاي يعني حاشدينك يعني. بالضبط. وده برضه زي ما قلت استمر بعدين المقاطعه الاجتماعيه يعني. انا اتذكر في اعراس ما حضرتها، واعراس ما خليت مثلا زوجتي يعني احضرها، بس فقط في من باب المقاطعه الاجتماعيه للنظام يعني. وده شيء مهم جدا لابد السودانيين يوعوا يعني. غاندي ما نجح الا بالاسلوب ده يعني. لكن الحمد لله السيح زي ما يقولوا اجفل عن الظلم يعني. يعني لكن فكنت كان في الاستقطاب السياسي ده، لكن حسيت انه ديستراكشن يعني، ما كان عندي انترست لانه فعلا كان فيه مشاكل وما عارف شنو. دل اعتقلوهم والسفاره ضربت للما عارف شنو هنا ودل. الفكره ما انا الفكره انت ممكن يعني النضال ده ما هو برضه لازم المعترك ده مهم مع اي حته انت بس هنا يعني. والنضال زي ما قلت لك يعني، انا ممكن اكون ناضل وبعدين اتغدى مثلا مع القنصل ولا بتعشي مع اللي هناك. فالمهم يعني ما كان عندي انترست في 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 الحاجه دي، وكملت السنه الثانيه. والثانيه جيت من الـ من 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 اوائل الدفعه. فالوقت ذاك لما جيت من الدفعه كان الجامعه عملت زي يعني ذا وورد، انه أنا جيت من الدفعة فعملوا ديدكشن من الفيز كبير جدا يعني، نص يمكن ليك يعني. ودائما في اللحظة دي حسيت إنه يعني يعني أبوي راهن علي وأنا ما 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 خسرت الرهان. حسيت إنه دي وشعور المسؤولية ده مهم جدا يعني، لابد إنه يكون معك طول حياتك لو ناوي، لو الشخص ناوي ينجح يعني. لأنه ما 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 حاجة سهلة جدا الناس تضع ثقتها فيك يعني، لابد انك تكون كمان على قدر المسؤولية يعني. فالمهم عملوا ديدكشن في الفيز لمدة لغاية ما تخرجت. انا عندي الرسوم دي مقطوعة يعني زي ما نقول، او مخصوم منها النص يعني. فحسيت ان انا كده يعني نوعا ما ضميري هدى شوية، لان انا التقلبات اللي هناك بتاع هي ادت ذاته ان اللي حكاية الفيز دي يعني. فاستمريت اخسر الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. تخرجت في 2007. دي هنا صورة التخريج يعني مع زملائنا فيهم الحي حي، والتوفى توفى الله يرحمه، والسافر سافر والهاجر يعني. فكان برضو خليط يعني، خليط من سوريا ومن مصر ومن أردن. بعدين كان في حاجة ظريفة، كان في ناس في الخليج أيام ما كان الخليج بيسمح أظن بدخول أبناء الأجانب الجامعات وشنو، فكان بيرسلهم صنعاء لأنها قريبة يعني، خاصة في السعودية يعني بالعربية يطلع يلقى نفسه يعني. فكان في ناس كثير برضو من المقيمين في الخليج بيجي يقروا هناك يعني. فهو كان خلصت الجامعة 2007 وبدأت مرحلة ما بعد الجامعة يعني زي ما بيقولوا. فما اعرف انا هل لا لا تمام جدا. اول حاجه عبرك دار احيي الناس اللي معانا في اللايف في الفيسبوك، وعندهم مداخلات لكن يعني حناخدها بعد شويه يعني. والشباب معانا برضه في الزوم، لما نفتح المداخلات ان شاء الله واحد يرفع يده ونديه الفرصه ان شاء الله باذن الله. يعني دي يعني سيره جميله والله صراحه يا دكتور يعني. يعني انا صراحه يعني استمتعت. أول حاجة نقلت أنا نقلة جديدة يعني، اللي هي مثلاً لليمن، ونزل الله سبحانه وتعالى يعني يفرج على اليمن ويفرج على السودان المآسي اللي هم يعني فيها يعني.
وعجبني جدا يعني انه يعني انت ما خذلت الوالد، يعني الوالد هو اصر انه تقرا اللي انت حاجه الحاجه اللي انت عايزها، وفي نفس الوقت انت عملت يعني وفاء متبادل يعني، فربنا يديكم الصحه والعافيه، ودرس جميل والله يعني الواحد يعني يتعلمه في الحياه يعني. ف لما بس يعني معلش في حاجه نسيتها، اتفضل. الصوره دي صوره الوالد في حفله التخريج، يعني انا ده اللي قصدته، انه لما انت الاهل دول بيستحقوا تو باي ذيم باك يعني، وده تقدر تشوف نظره الفخر، هو طلبوا منه هو اللي يقدم كلمه اولياء الامور يعني. يا سلام يا اخي، يعني فده انا حسيت انه اي بايد هيم باك يعني وقتها يعني، وبعدين اتمنى لاحقا اني قدرت تو باي هيم باك مور اند مور يعني. نعم ان شاء الله ربنا يديكم الصحه والعافيه يعني. يعني يا سيدي انت خلصت الجامعه، انا بس دايرك من هنا قبل ما نمشي للمرحله اللي بعدها يا دكتور، الناس الساعه اللي بيقدموا ودخلوا صيدله خلاص يعني قرروا انه يدخلوا صيدله، نصيحتك لهم شنو؟ والله طبعا انا اختي دخلت صيدله، كان سؤال بس اي ستامبلد يعني. الصيدله للاسف من المهن اللي ضرت كثير بسبب التطور في الصناعه يعني. الصيدلي زمان دوره تركيب الادويه، وهو كان بيديه دور ورول مهم جدا يعني، بس لانه كل حاجه بقت مانيفاكتشرد يعني او فاكتورايزد او كده، فاصبح يعني اصبح في ضرر كبير جدا على الآن في يعني تأدية مهامه المنوطة به يعني. لكن عشان كده أنا يعني برضه حشرح عليك لي قدام شوية يعني في الخطوة الجاية ليه أخذت التراك بتاع الريسيرش وكده يعني. فالنصيحة أنا حقولها يمكن يعني قدام شوية أو في الخطوة الجاية يعني، عشان تكون جزء من يعني الفكرة برضه، إنه زي ما قلت لك من السلايدز دي، إنه حاول نطلع يعني، ما بدعي ان انا يعني بمتلك ناصية الحقيقة او ناصية المعرفة او الحكمة، لكن بحاول يعني خلاصة تجربة الواحد البسيطة. اكيد نعم. فسؤالك يعني حجي كان في السلايد اوكي يعني. تمام تفضل. اوبس رجعت انا لادين. ايوه خلينا ايوه بس فخلصت الجامعة 2007. ده السؤال الثاني برضو عشان اوريك احيانا الصدمات ما شرط ان صدمه واحده في الحياه انت بتفتكر انه خلاص البعد انا حيتم تعويضي، احيانا العوض ممكن ما يجيك ذاته، ممكن يجيك في الاخر، ممكن يجيك يعني. ما خلصت الجامعه وكنت من اوائل الدفعه، وكان قد البيت ما شاء زميلتنا يعني دكتوره زميلتنا هند عبد الله عباس السودانيه برضو كانت الثانية الدفعة يعني، كانت قدامي أنا كنت التالي يعني. فعشان أوريك يعني المواطن السوداني ده أحيانا يعني بيكون مظلوم لهالدرجة يعني. أوائل الدفعة في يعني زي ما قلت لك اليمنيين كان عنده فكرة الابتعاث ده من الثانوية، فما بالك كمان من الجامعة يعني، دي عندك فرصة والكليات اللي هم مركزين عليها يعني. فطبعا أوائل الدفعة طوالي أنت المفروض تتعين معيد وتستنى دورك في البعثه يعني. طبعا ده السؤال، احنا اجانب احنا ما يمنيين. فتم اسقاطنا يعني، هو يقول اسقاطي يعني، يعني ما كان عندي يعني حتى ما نقش الموضوع باي ديفولت يعني، انت ما يمني يعني اجنبي. الاولى والخامس والرابع في الدفعه هم اللي تعينوا معيدين يعني، والخامس والسادس ثلاثه يعني، تفضل اثنين في النص السودانيين يعني او الاجانب. فلك أن تتخيل يعني لا والمش يعني حجم الأحيان أنت بتحس إنه الظلم اللي ممكن يقع عليك يعني. يعني شوف مسار حياتك تغير كيف، وأنت حاولت إنك تحارب من أجل إنك تعيده يعني للتراك الصحيح، وبرضو الظروف يعني مصرة إنها تميله يعني. فالمهم طبعاً كان دي الشغف يعني بحكاية التدريس وال تعليم والريسيرش وكده وبتاع، لكن يعني خلاص ما هقدر اتعين معيد ولا. المهم ف يعني الوالد كتر خيره ايامه كده بدات ظروفه تاني تتحسن. فالمهم قلت له يا اخي انا عندي اصحابي سوريين، قال لي يا اخي تعال لنا دمشق، اظن انت ياسين شد دمشق وعشت فيها و... ايوه نعم. طبعا الوالد هو ما شاف بيحكي لي سوريا سوريا، واصحابي دي لما خلصنا قال لي يا اخي تعال لنا. فقلت خلاص نمشي دمشق، وكانوا قال لي حتى اظن ممكن تمشي من دمشق لعمان
التاكسي يعني بلان الكلام ده 2007 قطعنا التذكره هناك. الوالد قال لي خلاص يا اخي امشي وكذا شوف اصحابك وناي بتاع يعني خد فترتنا يعني يو هاف بيرفورمد ويل يعني في الجامعه. عرفت التذكره وبتاع وجيت في المطار يا زول ممنوع تركب الطياره. ليه؟ ايام لو تتذكر كان بعد حرب العراق كان النظام العراقي بعد السقوط بيتهم الحكومه السوريه بانها بتمرر عبر الحدود جهاديين الشباب الجهاديين وبيعملوا عمليات تفجيريه و و و و اوكي هذا الحكم. ما سمعتك معلش. لا لا تفضل يعني ذكرت ال... اي اي فكان حتى المشكله وصلت زي قدموا شكوى الحكومه العراقيه في الامم المتحده ضد الحكومه السوريه رغم ان الحكومه السوريه ما خطها كده يعني يعني سيكولر ستيت. لكن المهم فقال لي يا اخي انت سوداني جاي من صنعاء وطالب في سسبشن كبير جدا يعني انك ما يعني والله يطلع عليه ذكر الورقه الراجل. قال لي ما ممنوع. قال لي لكن عايز تركب اركب على مسؤوليتك تصل سوريا هناك يعني هناك. طبعا ما اعرف انا ابوي عايز يخلص من هنا. قال لي يا اخي اركب. قال لا اركب انا وش يعني نقول هنا يعني المخابرات السوريه دي معروفه يعني سبعه فوق سبعه ادوار فوق الارض وسبعه تحت الارض يعني ما بدخل بس في بلد ما بعرفه هناك اصحابي ذاته ممكن ينكرون يعني كم شيء دخلت من هناك جدي. فقلت له لا ما بيجي. قال لي الراجل بتاع الطيران اتذكر قال لي لو انت جاي من بلدك ما كان مشكله ما كانت فيها مشكله. فقمت مشيت شنو غيرت التذكره للخرطوم. قال لي خلاص ابو انت امشي من الخرطوم من هناك امشي. وفي نفس الوقت يعني عندي اسبوعين كده في خرطوم كان قال لي قضي لي شويه حاجات هناك. قلت له خلاص كويس جدا يعني مشيت الخرطوم. وانا في الخرطوم عندي اسبوعين كده قلت خلاص امشي اعمل اقضي فيهم الحياه دي واقطع التذكره لسوريا. فبس مشيت فهو قام الوالد قال لي يا اخي في دكتور عبد الرحمن جميل ده زميلنا هناك وكان زميله فعلا فترات طويله. قال لي امشي زوره طب صيدلاني يعني وعنده شركه حقت ادويه. طبعا ابوي ما بيقول لك امشي عشان يشوف لك وظيفه لا هو بيجيب لك كده يعني بيقول لك يا اخي امشي سلم على الزود يعني يكون هو اوريدي ما عارف انه في اللحظه دي هاي. لكن ما عارف ما حسيت انه مخطط المره دي ليه ما عارف. المهم مشيت كيف عم عبد الرحمن وهنا بتاع وا وا وا. قال لي يا اخي انت مثلا تخرجت وهنا يا اخي ما تقدم يا اخي السودان ده الوقت ذاك يعني كان في برضه انتعاش كده في شركات الادويه. قال لي يا اخي والله يا عم عبد الرحمن انا يعني فعليا ما عندي مشكله لكن انا بس كنت داير امشي سوريا يعني دي مخطط وهنا بتاع وهنا. قال لي يا اخي انت قدم. قال لي هندرس في اعلان هنا في الجريده قدم وما خسران يعني انا هند الفاكس عندك سي في. قلت له والله انا طبعا شايل الباك باك بتاعتي معي فيها سي دي كان فيه السي في يعني حياه كده غريبه سبحان الله. قال لي عندي دخله في الكمبيوتر هنا طبعا انا ارسله بالفاكس بس نسيت الموضوع. اتذكر بعدها بيومين انا كنت في السوق العربي اللي كنت في بنك السودان الفرنسي زول لابس الجينز وبتاع ما يعني زول بتاع هنا زي ما بيقولوا داخل معترك يعني ما يعني ضربوا لي جهازي تليفون قالوا السلام عليكم احنا شركه كذا 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 انت رسلت لنا بتاعك احنا حابين نقابلك هسي. والله يا اخي انا ما عندي مشكله لكن اول شيء لكن ثاني شيء انا صراحه كنت في مهمه غير رسميه يعني فلابس جينز وتيشيرت وما يعني وما حيكون في عندي وقت امشي لغايه الطايف غير ثاني اجيكم وين. قال احنا في بحري هو جنب المنطقه الصناعيه ما حيكون عندي وقت يعني انت. قال يا اخي تعال جينز ما عندك مشكله خلاص. كنت اتذكر والله امجاد وهنا ومشيت وقفني نزلت قابلت الشخص المنوط به وعمل البري انترفيوز ديل يعني الموضوع باخذ 10 دقائق. قال لي اوكي بيرفكت حنتصل عليك وبس ما اشتغلت الموضوع. بعد يومين ثاني ضربوا لي قال لي انت احنا عملنا زي تصفيه وانت واربعه ثانيين حتيجي تعمل الانترفيو للريكروتمنت يعني. طبعا الموضوع بدا ياخذ منحى جد يعني شوف سبحان الله الحياه دي احيانا في اشياء يعني شوف انا لو ما كان رجعت من الطياره ماشي سوريا من صنعاء وركبت الخرطوم وما عارف شنو بتاع يعني انا دائما بقول الحياه دي عباره عن بريكس حياتك دي لو في بريك واحد كان تغير مشي يمين مشي شمال بتاع كان مسار حياتك ده كله اختلف. ايوه اكيد. فمشيت كهول قبلونا عملت الانترفيو قبلونا وبدات اشتغل لغايه طلع موضوع سوريا وهناك قلت لي وظيفه كويسه
فاشتغلت في التسويق الدوائي يعني في شركة أدوية. هنا دي النصيحة اللي أنا حابب أقدمها، يعني الصيادلة إحنا خياراتنا بقت قليلة جدا، يعني واحدة منهم هي شركة الأدوية. شركة الأدوية أنا بالنسبة لي شخصيتي أصلا withdrawing، يعني فهمتني، ما مقبل كده، يعني ما بقدر، يعني ما ناجح اجتماعيا شديد. الوظيفة دي كان داير لها سكيلز معينة يعني، وأنا كمان ما عشت في السودان، ما عندي نتورك يعني مثلا كان زملائي، زميله القرى معاه شغال في الصيدلية الفلانية بيعمل مثلا منه طلبية، هنا زميله الفلاني شغال في الشركة الفلانية، يعني الحاجة دي ما كانت عندي مشكلة، يعني كانت كبيرة جدا يعني. فلقيت صراحة نفسي ما فيتنج للجوب دي، يعني كنت بس على مضض كده. بعدين كانت أنا كنت ساكن في الطائف عند بيت خالتنا، أنا الأهل لسه كانوا في صنعاء يعني، الأستاذ طاهر زنون، يعني أوجه له التحية من هنا ولأبنائه ولزوجه الدكتور جلال الدين محمد عبد الماجد. كنت ساكن في الطائف تخيل، وكنت ماسك مدرمان الأريا، يعني أنا وصل لغاية الحارة 60، يعني بطلع من الطائف وصل لغاية مدرمان الحارة، ما أتصور حارة 60 ما أعرف شنو. لكن عارف ياسين، أحيانا الحياة دي يعني، شوف التجربة دي خلتني اعيد اكتشف السودان، عرفت لك السودان يعني زي ما نقولوا مساحة، زي ما قلت لك كنت بمسح الخرطوم دي من اول لاخره، ومش الخرطوم، برا الخرطوم مشيت القضارف، مشيت كسله، يعني تخيل لي تجربه جميله لك يا دكتور. طبعا طبعا يا اخي، القضارف وكسله دي اول مره مشيناهم في فان بتاعت الشركه، ما مشينا في العربات، مشينا في فان انا وزميلنا عثمان معايا في الشركه دكتور عثمان اذكره بالخير، ركبنا الفان دي ازول وهنا بتاعه ومشينا بها. الله طبعا يعني مغامره جديده كانت، وصلت مش لغايه هنا، وصلت لغايه جندر في اثيوبيا المره ثاني مره مشيت، بقيت يعني قضارف ثاني مره مشيت براي كده بالسياحه يعني. ولهنا فيعني كانت فرصه يعني تجربه جميله جدا، ده اللي حابب اقوله. واجابه اجابه على سؤالك، قطاع الصيدله ضاق شديد، فانا برا انه فعلا الصيدلي اكثر مكان الان ممكن ينجح فيه وهو الريسيرش، البري كلينيكال ريسيرش ده، لكن للأسف كمان ده فرصه قليلة جدا وما ساهي يعني. لكن انت لو سألتني الصيدلاني وين ممكن ينجح، الصيدلاني ممكن ينجح في البري كلينيكال ريسيرش. البراكتس طبعا صيدليات المجتمع مهمة جدا، وشركة الأدوية برضه مهمة هناك، لكن يعني انا برى انه فعلا يعني قد اكون منحاز، لكن برى انه فعلا والدي مثلا كان شغال في شركة أدوية وكان يعني، لكن ستيل انا برى انه انت فعلا من أجل أنك تحقق روح الصيدلة دي لابد أنك تدو ريسيرش. فنصيحتي للناس الجداد أنه طبعا الموضوع صعب، والموضوع ما كده، ما أنت تمشي السوبر ماركت والله أنا حابب أعمل ريسيرش في الصيدلة الدونية يعني، لكن يعني aim for it، يعني you will feel فعلا دورك كصيدلاني يعني. إذا ربنا ما أراد أو الظروف ما أرادت ده شيء ثاني طبعا. وأنا يعني ذكرت كم مثال أنه احيانا يعني الحياه انت مهما بتحاول تطوعها هي اللي بتطوعك يعني. فلكن في الوقت اللي احنا فيه ده طبعا كان عندي رغبه جدا لما مشيت السودان، بعد ما حتى اشتغلت في الشركه فعرضت عليهم قلت لهم يا اخي انا بس داير انزل تحت في المصنع، هو كان مصنع بتاعته يا سيدي، قلت له بس داير انزل تحت، ما داير يعني العربيه ولا داير الكرافتات ولا داير انزل تحت اشتغل تحت في الهناي في المكان ما التصنيع ذاته يعني. طبعا يعني برضو دي كانت مشكله كبيره جدا يعني، انت اذا ما جاي ما قاري في السودان، في انحياز طبعا في السودان لجامعه الخرطوم، طبعا احنا لا نشكك يعني في عراقه جامعه الخرطوم، زي ما قلت لك يعني ذكرت في السلايد فات يعني جحافل من الاسره قروا فيها يعني، ويعتزم بها ونام الوالد، الوالده هي طبعا قالت جامعه زي هي لا هنا الفرع القاهره القاهره الفرع نعم. لكن يعني كان في انحياز لجامعات الخرطوم، وبعد انحياز لجامعات الخرطوم في انحياز للجامعات السودانيه، يعني انت لو بمر الدائرتين دي خلاص يعني لا 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 تفكر انك تقدم كسوداني في جامعه، لا تفكر انك تقدم في يعني ما اعرف، انا ما اعرف اساسا شنو يعني، يعني قلت لك في 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 يعني ما حابب، لكن في نوع من النرجسيه يعني، يعني انت ما ممكن استجما استجما ولا نرجسيه يا دكتور؟ والله ما عارف يعني، it's really difficult to يعني assess it. لا ناس يقعدوا لا كده يعني، انت ما هو الزول السوداني وقد يكون كف يعني، يعني شنو انت وانت اصلا ما اديته فرصه يقرا في السودان يعني، يعني انت بتعاقب المواطن السوداني ده او ابن المغترب بتعاقبه 4 5 مرات. صح. طيب
طبعا يعني حاولت انقل لشركات ثانيه برضو، وضعها كان يعني شركات كبيره بتاعت ادويه برضو، يعني عندك نتورك، الوالد عنده اصحابه، لكن يعني خلاص يعني فهمتني، يعني في منهم برا السودان، في يعني ما يريد نتورك فور يسلف، فيعني ما قدرت يعني، ما حاولت، فكرت ادخل الشرطه، في ناس كانت موضه ايامها، لكن بعد يا اخي قلت اخذ جهاز قمعي وما اعرف شنو بتاعه، ما يعني طبعا عندي نظريات كذا ما في داعي. المهم فاشتغلت اهو السنه دي، كان سنه وشويه كذا في السودان، في الاخير لقيت انه اي جيف اب يعني ما بقدر يعني، فشلتها زي ما يقولوا، حزمت حقائبي ورجعت صنعاء للوالد. طبعا الفترة اللي رجعت هذه هو يعني في الأول أنا زي إجازة، بعدين قدمت استقالتي، وطبعا لابد لي كده يعني متحير في الزول ده يعني، كان شغال وهناك، بعدين طبعا رجعت الصناعة، طبعا عندي النتورك وأصحابي وهنا بتاع، وفي كانوا مش تقروا برا الوقت ده، كان رجعوا خلاص وهنا يعني بدأت أمشي ألعب مع أصحابي، أمشي هنا بتاع، أمشي ألعب بلاي ستيشن هنا بتاع، يعني تغير أتيتيود جبت بتاع زول مراهق. يوم كده أظن راجع الساعة 4 صباحا ولا شنو، لقيته نايم في الصاله، وانا مو صاحي، ابوي داخل، انا اتسحب، انا رفعت عيني، قال لي ها يعني انت ناوي تعمل شنو؟ والله يا ابوي انا صراحه ما لقيت نفسي في الشغلانه دي، داير امشي اقرا، داير امشي حظ يعني. انا قلت طبعا انقاذا للموقف، لكن يعني شنو بيقولوا، يعني اسريت بما في نفسي في لحظه كده هنا يعني. قال لي خلاص يعني، تك هو كان بدات يعني ظروف الماديه تتحسن يعني. قال لي يا اخي انت مش داير تمشي تقرا، امشي قد وريني انت قدمت وين وكيف ونايب، تعالي ببروبوزل يعني جادي، مش داير تمشي تقرا. قال لي خلاص اوكي، اوريك برضه الصدف في الحياه دي كيف. طبعا لا قاعد اخترت الكمبيوتر ونايب، زريت طبعا يا ربي امشي انا يعني شنو وين كيف. المهم تذكرت يوم انا جيت في السودان، كنت في الشركه جاي متاخر شويه، ففي واحد من الشباب في قسم الحسابات بيتكلم مع زميله، قال له يا اخي انا قدمت على السويد ماجستير وبتاع. انا طبعا الوقت ذاك الموضوع ما في بالي شديد، لكن ده دار برضه نصيحه للشباب، شفت الرادار بتاعك ده شغله، ما تجيب اصله يعني، اي معلومه حاول تستفيد منها يعني. بالمناسبه دي نقطه مهمه جدا جدا، عشان كده انا عايز يعني ستريس ذا بوينت يعني. يعني ناس دي احنا ذاته يعني اسال، البرنامج بتاعنا ده يوم من جي فيه الليله دكتور محمد تاي يعني خبير في الصيدله، الاسبوع الفات جبنا فيه استاذ اصيل دياب تشكيليه، جبنا فيه استاذ مي علي بتاعت شغاله في اللي هي بنك التنميه الاسلامي، جبنا فيها بروف علام تنميه مستدامه، جبنا فيها بروف معز يعني معروف يعني. فدي كلها التشكيله دي كلها عشان يا جماعه، عشان الرادار بتاعكم ده يلتقط الناس دي يعني. يعني اي واحد مثلا داري يبدا صيد، داري يقرا صيد لو كده، هو عندكم دكتور محمد، عايز مثلا كمبيوتر وكده عندكم دكتور انور، وعندنا الناس جايين يعني. فالرادار بتاعك ده يعني احنا يعني حاسين بوجعكم، وحاسين بالمعاناه بتاعتكم، وما دارينكم يعني في خطوات كده دارينا سهيله عليهم. التسهيل بتاعكم ده هو المعلومات يعني، هو احنا جايبين لكم مصادر بتاع معلومات انتم بس تنهلوا منها يعني. فاتفضل يا دكتور. فبالضبط انا اثني على كلامك واكد عليه، وانه فعلا شفت رادارك ده بس خليه شغال، لانه احنا للاسف ما عندنا البريفليج بتاعت يعني ناس السعوديين والخلايج الزملائي، بعدين في السويد كار يعني، الواحد بس انا داير امشي اطلع خلاص يعني، تمشي تقدم للجامعه بتاعتك بيقول لك جيب لنا قبول، this is all your problem يعني، ما عندك اي هنا يعني. لكن احنا we have to يعني be alert، لازم نشغل الرادار، ولازم شفت جوجل ده نعصره يعني يا اخو. انا ده نصيحتي، وده اللي حصل معايا يعني، قلت لك تزريت كده وهنا تذكرت المعلومه دي، ممكن افتشت طوالي. طبعا جوجل جاب لي انه في حاجه اسمها ستادي ان سويدن، موقع ستادي ان سويدن دوت كوم، ستادي ان سويدن، دخلت وقعدت، وكنت بمشي مع اصحابي وارجع بالليل لازم استلم لك من 9 بالليل لغايه 3 4 صباحا، انا بس قاعد فين قريت الموقع ده حرف حرف. وفي نفس الوقت برضه كنت اتذكر، لانه كان عندي اصحابي مشوا المانيا كثير، المانيا فيها فرص، ألمانيا طبعا أنا بلد ضخم كبير،
وفيها فرص بالالماني وبالانجليزي وما اعرف شو. فبديت برضو احاول اخذ المانيا از تشويس يعني، لكن تشويس ماي فيرست تشويس كان السويد يعني، هاي المانيا. المهم جيت للوالد بالبروبوزل قلت له والله يا اخي انا ماشي السويد. طبعا هو الوالد لانه زار السويد كان شغال مع استرازينيكا شركه الادويه السويديه يعني، فيعني واشتغل فتره طويله جدا في شركه ادويه دنماركيه، فعنده يعني اعتقاد في الجماعه دي. لكن قال لي شوف يا محمد انا اكون صريح معك، انا يعني ماديا عندي بادجت معينه اقدر اديها لك، انت تتصرف بها، تمشي بها السويد، تمشي بها تقربها سنتين في السويد، تقربها نص سنه في البرازيل، تقربها هناي، انا ده اللي بقدر اقدمه لك يعني. وده برضه اللي حابب اوصفه انه فن اداره الموارد اللي عندك. يعني ما تتوقف يعني، عند القدر اللي عندك ده حاول انك شنو تو ابيوز ات يعني. وده برضه يعني بريفيليج يعني، ما كل الناس قد تتاح لها الفرصه دي، لكن ده برضه انا يعني حابب اوري انه لو حلمك بقى معاك الناس هي برضه حتحاول تساعدك. طبعا الناس هم اهلك يعني، اكيد هم حيساعدوك وكذا، لكن لو حلمك ما جواك حيموت في نفوس الناس الثانيه يعني خلاص. فالمهم جيت حسبتها كده، انا لقيت انه السويد كان عندها ميزه مهمه جدا، انه ما في تيوشن فيز، ما في رسوم دراسيه. لكن المشكله شنو؟ المشكله في الاكوموديشن، انت لازم تغطي الاكوموديشن بتاعك، واللي هو السويد بلد غالي يعني. فالمهم لقيت انه البادجت اللي مديني لي دي انا ممكن امشي بها السويد، اعمل بها ماجستير سنتين. اها يلا البروجرامز، مو البروجرامز بتاع هناي، كان قدمت بروجرام بتاع، كانت اول مره اسمع به ذاته، اللي هي يسموها الميديكال نيوكلايد تكنيك او النيوكلير تكنولوجي في الميديكال هناي فور ميديكال يوز يعني. حتى اتذكر فتحت يوتيوب يعني عشان اشوف الحاصل شنو بالضبط. وده اللي انا بقول لك يعني، شفت الزمن ذاك يعني حتى الحاجات يمكن كانت يعني يا دوب في بدايات اليوتيوب كان له 4 سنين ولا شنو يعني، حجم المعلومات ذات اللي فيه، بس كنت محظوظ اني لقيت يعني جوجل وبتاع وناي. لكن هسه يعني كمان لاحظ بحر المعلومات الموجود للناس يعني. ايوه نعم. فالمهم بديت هناي، وبعدين اللي فادني شويه كمان انه ذيك زمان كان عندي رغبه امشي اقرا برا، فكان عندي مراسلات مع جامعات في كندا وناي ايام الثانوي يعني، كندا وامريكا هناي، فكان حتى ايام بترسل لهم ايميل، ده كان حاجه كده يعني في 99 98 2000، ترسل ايميل يقوم يرسل لك البروشورز بالبريد وهنا بتاع، اتذكر كان كندا امريكا ما عارف وين ساوث افريكا، فيعني كان بنيت شويه اكسبيرينس نفعتني بعدين لما جيت اقدم الماجستير. المهم قدمت هناك، قاموا قال لي عايزين توفل حتى لو انت قارب بالانجليزي، لانه الجامعه انت ما في جامعات في العالم هم ريكوجنايزنج ان هم بيقدموا امتحنت التوفل، حتى امتحنت التوفل قبل الديدلاين بتاع التقديم بالسويد بيومين، وطلبت من ال اي تي اس يرسلوها للجامعه مباشره، للجامعات اللي انا مقدم لهم كان عندهم الاوبشن ده. ودي برضو انا حاجه يعني للاسف السودان يعني بسبب النظام البائد عانى منها سهوله الاشياء يعني. شفت اليمن دي مش بلد فقير، لكن كانت اسهل يعني. انا اتذكر بالفيزا كارد دي دفعت الامتحان اونلاين، الامتحان within 6 days في المركز الثقافي الامريكي، تمشي تمتحن، النتيجه ممكن ترسلها هناي في خط انترنت يعني. للاسف النظام البائد ده مش ضرنا في ضرنا في اي شيء يعني. انا متاكد حاجه زي دي في السودان ما كان ممكن اعملها يعني، لا 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 في فيزا ممكن ادفع بها طوالي مباشره، لا لا في مركز ثقافي ما عارف يعني. حتى المواقع العالميه دي مقفوله يا دكتور تامر يعني. تخيل انا والله قلت لك امتحنت يومين قبل ما يقفل الديدلاين السويد يعني، والحكايه كلها في within 1 week يعني، شفت قدرت هنا بتاع مشيت امتحنت ورسلوا لهم النتيجه بهناك. اها وبعدك مستني 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 شهور، غلط 4 شهور قام جاء القبول، قلنا في جامعه اوبسالا في الميديكال نيكلايت تكنيك، والدراسه حتبدا سبتمبر. ها جاء موضوع الفيزا، يلا طبعا برضه بوري النتورك مهمه كيف، ودي اللي كان انا مثلا محروم منها في السودان. الفيزا لما جيت اقدمها ما في سفاره سويديه في الخط في صنعاء. طبعا الوقت ده بديت اشتغل في شركه في صنعاء يعني، ابوي قال لي ما كنت اقعد عاطل كده. يعني قلت خلاص يعني انا اشتغل لغايه ما ربنا يعني نشوف انه يعني. ف الفيزا قلت لك ما في سفاره، في قنصليه، قنصل فخري. ساعه تلقى القنصل الفخري ده هو عم صاحبي، عم صديق طفولتي يعني.
يعني النتورك برضه مهمه يعني، ما يعني شوف انت في الحياه دي لازم يكون عندك حظ، لازم تكون مثابر، ولازم يكون عندك يعني نتورك. شايفه في الحياه مهمه يعني. فمشيت اديته الورق هنا، والله اتذكر لما امي تجي دخله كده ورسلوه للسفاره السويديه في الرياض، اما مستني الفيزا ثاني 3 شهور. وده برضه الوالد انا باكد يعني، انا اشوف دوره مهم يعني. تخيل المكان بيراسل السفاره من وراي يعني، مش يضرب لهم هو، اكتشفت الحاجه دي بعدين، وتعرف ليك انه في موظفه تونسيه ماسكه هناي وهناي وبتاع يعني. لما جاني الجواز جاني متاخر اسبوع بعد بدايه الدراسه في والفيزا يعني، حتى لما فقدت الامل قال لي يا اخي هناي وبتاع يعني. اكتشفت بعدين انه هو كان مش يعني يحاول يتصل عليهم يشوف الحاصل شنو هناي يعني. شوف احيانا الاهل اللي بيلعبوا ادوار خفيه كده تكون ايوه نعم يعني هنا. وزي ما قلت لك لما يحس الزول انه حلمك موجود جواك وعندك رغبه وهناي اكيد هو برضه ما حيتوقف. المهم فجيت بديت الماجستير طبعا اسبوع متاخر، اول كورس كان اسبوعين، اسبوع انا يعني غايب نص الكورس، وفعلا حتى اول كورس اظن نجحت جبت 52 من مين يعني حق الاسبوع اللي حضرته. بس بعد ذاك حسيت انه لا خلاص يعني انا هنا بعد المجهود والخسائر الماديه زي ما بيقولوا، وده حلمي اللي كنت انا يوم من الايام بخطط له من قبل من 2000 و2001. دي فرصتي ان انا احقق واسي يعني. الكلام ده 2009 يعني بعد 8 سنين. شوف انت الزول بتحاول تساوي رغم انه الحياه يعني احيانا زي ما بيقولوا كانت ضد الواحد وكده، لكن ستيل الحلم بيجي الواحد خدمه الحظ شويه، زي ما يوم من الايام الحظ برضه ما خدمه يعني ما بقدر اقول. المهم بدينا الماجستير، وكان طبعا الماجستير كوسموبوليتان يعني عالم مختلف، جامعه اوبسالا اقدم جامعه في شمال اوروبا من 1472. هي جامعه الملوك هنا في السويد اللي بيقولوا فيها. وبدينا البروجرام، وكان عندي زملاء من ايران من الهند من الصين ما اعرف وين بتاع، زميلي مصري طبعا. عندنا قصه ظريفه، لما بدينا الماجستير دخلنا كورس بتاع التعامل مع الاني اللي هنا الاكسبيرمنتال انيمالز في ايران، تجارب هناك. فواقفين انه هو والكورس شغال، طبعا في عنده زبلاء صينيين وهنود وهناي وسويديين شغالين عادي، ومسكوا الفيران دي ويقلبوها وهناي، وانا والمصري واقفين بالجنب كده. قلت له والله يا محمد يا اخي موقفنا محرج يعني، احنا واقفين يعني. قلت له انا اشتغلت مع ارانب في الجامعه، اتذكر محروق مشروع التخرج، لكن الارنب بلكي كده، لكن الفارده كده يا اخي موقفنا محرج يعني، احنا واقفين كده بعيد متزوين يعني، والناس دي ماسكه في الهناي. قال لي بص يا محمد، يعني المصريين طبعا عندهم روح الذكاء، قال لي بص ما هو الهنود بيعبدوه والصينيين بياكلوه والسويديين بيربوه، فالثلاثه ما عندهمش مشكله يعني. اما احنا يعني، قال لي انت بتتربى من انت صغير الفار في البيت والنسوان تسرق وما عارف. فيعني دي كانت من القصص الجميله. المهم بدينا الماجستير، والكورس الثاني والثالث خلاص استعدلته يعني، اي واز سكيورينج لايك هايست بوينتس. لكن السويد فيها حاجه ما بتديك بوينتس في الامتحان النهائي، بتديك باست او فيل. ها طبعا الواحد بربي يدخل احباط، لانه بيحس انه البوينت لو ادوك البوينتس بتكون نوعا ما نوع من التقدير لتعبك، وبتعرف انت الرانكينج بتاعك بالضبط. هنا طبعا السويد مؤمنين بحكايه الكواليتي وناي لكن ده اوريك برضه في حاجات في الحياه دي انت بتعملها بتفتكر انه يو ار نوت ريوردد فور، بس بعدين بتشوف نتيجتها قدام يعني. فخلصت السنه، وصلت جزء كبير من السنه الاولى، باقي اخر كورس. الكورس كان لازم تعمل ريسيرش يعني، تعمل هنا اكسبيرمنتال ريسيرش في جروب. طبعا اكتشفت ان زملائي دي كلهم عارفين المعلومه دي ومشوا تواصلوا مع بروفيسورات هنا، انا طبعا ما جايب خبر. انا كان عندي مشكله سكن، واضطريت رجعت لصنعاء في الكريسماس وهنا يعني. يعني اي واز بيرفورمينج ويل في هنا، لكن ما كان عندي فكره هنا. وحتى واحده من المحاضرات، واحد من البروفيسورات، كنت راحل من بيت لبيت طبعا. بس حابب في السانحه دي اذكر الشباب السودانيين في اوبسالا. اوبسالا دي على فكره مدينه صغيره، لكن فيها جاليه سودانيه كبيره، جاليه سودانيه محترمه، وناس يعني فعلا يعني ترفع لهم القبعات يعني. واحب اذكر زملائي حسام بابكر، هو استي في ستانفورد، محمد جيلاني هو في ميسيسيبي، يونيفرسيتي اوف ميسيسيبي، هبه بابكر اتش 3 كانت زميلتي في اوبسالا،
الدكتور هبه بابكر رئاسي في المبادره العشري مع دكتور هشام يوسف حسن، دكتوره اروى، و دكتوره اماني علي. ده كانوا عند دفعتي ومهند عبد القادر. فالمهم ما عرفت لك انا طبعا الريسيرش ده، يعني ما عارف انه وير تو ستارت فروم. فلقيت في بروفيسور واحد الناس دي ما مشت له. البروفيسور ده هو روسي اصلا وراجل ستريكت، كله خافوا منه، هو ومرته الاثنين بيدرسوا في البروجرام وفي الجامعه. المصري مشى لمرته، ما في زول مشى له، ثاني مشوا البروفيسورات بقى هو بقى ما قدامي الا هو. هو كان بيدرس الكيمستري بتاعت النيوكلير فارماسي دي، يعني انا كان عندي حب للكيمستري وكده، لكن كان عندي موقف محرج معاه. يوم من الايام كنت راحل من بيت لبيت، طبعا السكن مشكله كبيره جدا في أوبسالا، ما في كامبسز هنا تبع الجامعه، يو هاف تو فايند اكوميديشن لوحدك. راحل اظن لقيت واحده صباحا دي، فمحاضرته كانت ثاني يوم الساعه 3 العصر، وانا من المحاضرات شغالين من 8 صباحا. جات 3 العصر دي انا بدون ما احس نمت وشخرت اظن كمان، يعني وانا ما عرفت، ما حسيت، انا ما بقدر اقول لك ان انا عارف ان انا نمت ولا عرفتها بعدين. المهم قلت لك باقي البروفيسور ده هو بروفيسور فلاديمير توماتشيف، مشيت له وقلت له انا حابب ابدا معك بروجكت هناي. قام مسك عنده سبوره بيضاء كده قدامه، قال لي قاعد يشرح لي البروجكت شنو هناي، قال لي ما عندي مشكله هناي. قال لي انت بتتذكر دي ولا دي لما كنت نايم؟ اكتشفت ان انا نمت عن طريقه هو. وانت قلت له لا بذكر. قلت له نمت؟ قال لي انت على فكره نمت في المحاضره بتاعتي. ولكن انا ما عندي مشكله يعني، بس توريني انت كنت صاحي فيها ولا كنت نايم فيها عشان نتجاوزها لو نايم. قلت له والله يا اخي ما يمكن كنت نايم يعني، المهم كمل يعني. فاشتغلت معاه وبديت معاه. الراجل ده برضه انا بوريك عدم الثقه فينا، يعني احنا جايين من افريقيا وايشيا. الراجل ده اول يوم جاب لي بايبت اللي هي بتاخذ بال المحاليل. ايوه. قال لي دي مويه وده ميزان، وخد solutions أو محاليل volumes معينة أحجام معينة وأوزنها، يعني لو طلع الوزن نفسه اللي أنت ماخده معناه أنا. قال لي أنت استخدمت البايبت قبل كده؟ قلت له يعني أنا ده غير صيدلة. قال لي أنا أكون صريح معك، البايبت دي النوع بتاعكم ده أنا بستخدم، إحنا عندنا في الجامعة البومب بايبت إذا فيها زي اللي هناك. يعني شوف الناس دي يعني بتنظر لنا كيف. طبعا قلت له يعني حسيت إن ده يعني إهانة، لكن هو طبعا دارت سكيور إنه this person يعني would do the work right. قلت خلاص انا التحدي ده برضو حاسويه. سويت يعني ما تحدي يعني، قلت لا انا عملتها في 5 دقائق. قام يعني كده اطمن انا يعني. قلت انا من اليوم ذاك الزول ده انا I have to show him that I am the best. حتى سميت العمليه باربروسا. العمليه باربروسا دي اللي عملوها الالمان لما يحتلوا روسيا. نعم في الحرب العالميه الثانيه. قلت انا سميت العمليه باربروسا، انا I have to show you that I am good. Because I believe in myself. اشتغلت معه البروجكت شهرين، خلص البروجكت قال لي ايه رايك تكمل معي في الصيف؟ البروجكت كامل في الصيف، كنت حتى راجع لاهلي هناي، لغيت المشروع واشتغلت معه بروجكت في الصيف. اكتشفت بعدين قلت لك الحاجات اللي انت بتعملها هنا، اكتشفت انه هو برضه اتحمس ولي ماشي، شاف الامتحانات حقت الكورسات حقت الماجستير وشاف البوينتس. كل الناس passed and failed، لكن he wants to know who is passed with distinction، يعني في الدنيا اول significant pass عن الباس العادي. اكتشفت انه هو بيعمل الحاجه دي بنتين، لما بعدين جيت ادرس انا معاه وكانوا بيجي طلاب يتقدموا لي، قال لي انا يوم من الايام مشيت شفت درجاتك يعني. فانا داير اقول انه احيانا انت بتعمل اشياء ما بتفترض انه الريورد لو ما جاك هسه خلاص ما في ريورد على، لكن انت do your best لانه يوم من الايام ستجازى عليها او حتكون حتعود عليك فائده بشكل مباشر او غير مباشر. استثمر. المهم بدأت معاه بروجكت في الصيف وهناك بتاع على آخر بروجكت، قلت له خلاص أنا خلصنا البروجكت، عملت I published paper يعني كان لاحظ يعني طالب ماجستير سنة أولى. قام قال لي يا أخي أنت ما في داعي تكمل السنة الثانية ماجستير، إيه رأيك تبدأ معي PhD طوالي؟ أنا طبعا خفت ناي زي زمان حكاية الأوليفل النطاط دي أنا ما بحبها كده يعني، السوداني بطبعه يمكن هنا يعني يحب كده يعني خطوة خطوة كده، حسيت إنه دي قفزة يعني. لكن قلت يا أخي خلاص let me think about it. فرصة كبيرة جدا الراجل يعني he's so productive وكذا وبتاع،
وحتى يعني ده برضه اللي حابب اقوله، ان السياسه والتاريخ كيف ممكن يعني احيانا المعلومات البر الفيلد بتاعك برضه بتنفعك، يعني السوفيستيكيتد بيرسون، ما بقول انه سوفيستيكيتد، لكن اذا عندك يعني خلينا نقول معلومات خارج دائره تخصصك. الراجل ده انا اول مره قعدت معاه يعني بعد ما شرح لي البروجكت نايك، عزمني مره قال لي تعال نمشي نتعشى، كنا شغالين في المعمل، هو بيشتغل لغايه هسه، هو بروفيسور عمره 61 سنه بيشتغل بيده في المعمل، كنا شغالين في المعمل، قال لي تعال نمشي نتعشى. جاي نتعشى طبعا الجلسه كلها، هو برضه انترستد في التاريخ، الجلسه كلها كانت تاريخ وسياسه، ما فتحنا الساينس ده ولا بتعريف، هو ارتاح اللحظه دي. يعني بوريك برضه في احيانا وتوسيع دائره معارف المعرفه بتاعتك ممكن برضه يكون يعني له اثار في مستقبلك والكارير بتاعك، ما انه بس انت يعني نيرد في الحاجه اللي انت فيها دي وخلاص. يعني احيانا بتحتاج يعني انا اتكيف لما قلت له يا اخي روسيا وتاريخ روسيا، يعني نوعا ما ملم شديد، لكن يعني ايفان ذا تيربل وما عارف وفلاديمير ذا جريت اللي هو او بيتر ذا جريت، فلاديمير اللي هو عمل اول دوقيه في كييف اللي هي بدايه الدوله الروسيه، وان الروس دي كيف جو من اسكندنافيا، طبعا اتكيف ليك. وهو ذاته جيت قال لي السودان وكرري يعني قال لي يعني يور بريف بيبل، يعني انتم وقفتوا قدام الاله الحرب الانجليزيه. لا يا دكتور بس خليني هنا في الحته دي، استفدت شنو من التاريخ في 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 شغلك يعني بتاع الصيدله، قبل ما نخش في نتعمق في الصيدله ذات يعني في دراستك والراديو فارماسي والحاجات دي؟ والله شوف، ما التاريخ بقدر ما هو انا قلت لك التاريخ والبايوغرافيز، يعني فالبايوغرافيز دي يعني بحب قلت لك سير الناس وكده. انا حتى زمان كان في برنامج في الجزيره اسمه موعد في المهجر، موعد في المهجر حتى كانت مقدمته مشهوره، بحب يمضي تاركا وراءه الارض والذكريات في رحله البحث عن الذات، ينجح ويستمر ولا ينكسر وتبقى الهويه ويبقى الحنين، كان مشهور البرنامج. واحد صح موعد نعم ذكرناه، واحد من انا ده كان اسمه انطوان نجيم، مش انطوان نجيم، حاجه نبيل نجيم ولا شيء، الزول ده كان متخصص نيوكليير فارماسي برضه في كندا. يعني البرنامج انا شفته زمان قبل ما اعرف نيوكليير فارماسي. على فكره برضه في حاجه ده، جانا دكتور مصري في جامعة صنعاء دي قدم محاضرة عن النيوكليير فارماسي، أنا ما كنت فيها. أوريك القدر ده لما داري خدتك فيها، أنا ما حضرتها. ما حتى كنت بقول يا أخي الناس دي بتشطح. يمكن اليوم ذاك لو حضرت يا دكتور تغير رأيك. يمكن. أيوه. أنا أتذكر ما حضرتها لسبب، وبعدين قلت يا أخي الناس دي، حتى كان معنا بنات في الدفعة قال لي أوه فاتك كثير، وأنا قلت يا أخي الناس دي بتشطح. إيش نيوكليير فارماسي؟ يعني المهم، فقلت لك البايوغرافيز دي اكتشفت يوم من الايام انه جيم ده لما قعدت بتتبع كده، قلت لك البايوغرافيز هنا اكتشفت انه هو كان السوبرفايزر حق زول انا بعرفه في هولندا، هو زميل السوبرفايزر حقي. يعني شفت الشرب، فكان عندي يعني دي برضه يمكن ورثتها من امي، هسه امي تقول لها فلان فلان، تقول لك ده ولد هناي معرس بهناي الشربه قاعده هناي. فتاريخ كتاريخ يعني نفعني في ان انا افتح يعني شنو يعني افتح زي ما نقولوا ارفع اسهمي، خلينا نقول امام الشخص اللي قدامي، لانه هنا بيحبوا التاريخ وكده وبتاع، ويعني بيعتقد ان الشخص، هم هنا بيعتقدوا ان انت ما زي الصين، الصين انت بس لو انت فوكست في الحاجه اللي انت فيها دي خلاص انت يعني this is enough. هنا لازم تكون يعني شنو، كل ما كنت شخصيه مثلا عندك نوع من المعرفه وكده، وهنا كل ما يعني خلينا نقول سهلت عليك النتوركينج وال يعني فايده يمكن ما تكون مباشره، لكن خلينا نقول خلتني يعني اوسع دائره معارفي وكده بتاع، افتح مواضيع. الناس هنا بتقول لك الجو كيف، لكن انا ممكن افتح موضوع ثاني يعني في كونفرنس في بتاع في هناك. فالمهم قلت لك بديت معاه، قلت له خلاص انا ويل ستارت ذا بي اتش دي، انا حبدا يعني. قال لي شوف البي اتش دي زي الكاثوليك ماريج، ما فيها ديفورس. لازم نتاكد ان احنا الاثنين يعني في كيمستري بيننا. فعشان كده قلت لك التاريخ والحياه دي هي اللي ساعدتنا، يعني ذيس از ذا كيمستري، يعني فهمتني؟ في كيمستري في الشغل. قلت له اوكي، يعني احنا اوريدي كان اشتغلنا قلت لك في الصيف، فبديت البي اتش دي، ما كملت السنه الثانيه الماجستير، وكانت بريفليج وفي نفس الوقت ندمت عليها بعدين. يعني في اشياء كان ممكن اتعلمها في السنه الثانيه الماجستير اضطريت اتعلمها في البي اتش دي، يعني بلس ماي بي اتش دي اي واز دوينج يعني. لكن يعني برضه في بريفليج لانه ماديا خلصت السنه الاولى، ابوي قلت له خلاص كده لغايه هنا كتر خيرك،
انا بعد ده البي اتش دي هي وظيفه هنا اخذ عليها مرتب، انا اي ويل فلاي الون. طبعا هو فرح وفر لكن في نفس الوقت انا حسيت انه ذيس از ذا سكند تايم، حسيت انه اي بيد هيم باك. تذكر مره اولى قلت لك في الجامعه لما خفضوا لي الرسوم، المره دي برضو لما انا يعني بدات البي اتش دي هنا اي بيد هيم باك، يعني انه انا شكرا يعني وانا اعتمد على نفسي يعني من هنا يعني. هو فبدات البي اتش دي لسه هي يعني المهم بدات البي اتش دي 4 سنين كانت تقريبا 3 سنين وشويه يعني. البي اتش دي هنا في السويد تختلف عن الحته الثانيه انه يو هاف تو ببلش بيبرز، ما 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 بس بتكتب مونوغراف او ثيسز، تكتب تكتب ثيسز وفي نفس الوقت بتكتب يو شود ببلش بيبرز تلصقها في الكتاب بتاعك. او كم بيبر يا دكتور؟ حسب القسم، احنا قسمنا كان 3 لـ 4، انا اي هاف ببلشد 5 از مين اوثر و11 از كو اوثر. ما شاء الله يعني. لكن طبعا ما بقول لان خارق العاده بقدر ما هو التيم اللي انا كنت معاه، ماي سوبرفايزر هيز ا فيري برودكتيف بيرسون كان فلاديمير تولمشيف، هو زوجته تخيل الاثنين حياتهم ساينس بس ما عندهم شيء، حتى عندهم كان اولادهم في الشقه في بيتهم في اوبسالا، الاولاد كبروا ومشوا يقروا برا، وواحده رجعت روسيا وواحده مشت تقرا في مدينه ثانيه، قلبوا الاوضه مكتب، جابوا طابعات وكمبيوترات وهناك خلاص يعني. يعني الراجل عمره 60 سنه وبيشتغل احيانا لغايه 1 صباحا في المعمل بيده يعني. فكان productive team. فجاء يوم المناقشة وطبعا الناس كلها يعني بتتوتر هنا، لكن هنا في السويد برضو في ميزة المناقشة طبعا عامة مفتوحة يكون في audience بتاع. الحاجة اللي تعلمتها انه الحكاية ما امتحان، الحكاية is it's all about performance، هو عرض مسرحي انت داير تقدم عرض. ده برضو كان عشقي زي قلت لك للمسرح والفنون يعني انه هو عرض مسرحي، هو ما امتحان. let us make it يعني شنو زي يقولوا عرض يعني بالتاريخ يعني فرصتك يعني انت في البوديوم زي يقولوا يعني. ففعلا كان الديفنس بتاعي يعني كويس لدرجه انه هو قال لي يعني حتى زملائي تحسسوا، قال لي قدام زملائي قال لي I will never I think I will never يعني هناي زي بيقولوا go through such a brilliant thesis or brilliant defense again يعني. حتى ال opponent الامتحانين من فرنسا قدم لي فرصة إن أنا أمشي فرنسا يعني عنده في اللاب بتاعه هنا يعني. فكان يعني حسيت إنه ده كله تتويج لتعب الزول والتضحيات اللي هو قدمها. ال PhD ما كله نايدا برضو دار أقوله يعني، ما أنا برضو بس يعني في ناس ده رأيي الشخصي يعني، انا بستغرب من اللي بياخذ بي اتش دي وبيقوم يشتغل في حاجه غير الريسيرش يعني، بحس انه كانها واجهه اجتماعيه. لكن يعني انا بعرف قد اكون متحيز لقبيله الريسيرش اصلا البي اتش دي ما درجه عشان انت تبقى باحث. اكزاكتلي يعني طبعا في ظروف وفي لكن يعني احنا كل يعني جات مغريات انه تشتغل في شركات وهناك بتاع، لكن لا يعني لا بي اتش دي از تو بي ريسيرشر يعني. يعني انا بحسها منقوصه لو انت عملت بي اتش دي وما كملت مثلا بوست دوك واو يعني، كانك انت لا تقربوا الصلاه وبعد خليت الباقي يعني. فالمهم خلصت البي اتش دي وبدات طبعا البي اتش دي الصدمه بتاعتها جات هنا انه مال قال لي ده السوبرفايزر بتاعي بروفيسور فلاديمير تشوف دي كو سوبرفايزر بتاعتي بروفيسور انا اورلوفا زوجته. فقال لي احب اقول لك خبر جميل جدا. لي this is not the end of the story this is the... قلت له والله يعني الله يطمنك. قال لي from now onwards you have to fly alone. انا يعني ساعدتك على الطيران لكن انت you have to fly alone. وفعلا يعني ده الدرس المهم جدا انا تعلمته يعني. البي اتش دي زي ما قلت لك ما هي غايه بقدر ما هي وسيله to be a good researcher يعني. ما هي بس ان انا عندي دكتوراه ولا عندي لا what are you going to do after that. ده اللي تعلمته منه يعني. قال لي واحنا كمان قال لي عندنا احنا اجانب قال لي لازم to work hard يعني. وانا حتى بشبهها بقول احنا كاجانب في اوروبا دي او في امريكا زي المطلوب مننا نجري سباق 100 متر لكن احنا مطلوب مننا نبدا قبل يعني نبدا ورا المتسابقين. نعم. يعني عندنا 100 متر بتاع سباق و100 متر قبل المتسابقين استعداد
استعداد يعني، لانه وي هاف تو كم يقولوا فروم باك يعني. فالواحد بدا من هناك بعد البي اتش دي رحت البوست دوك، ودي كانت تشالنجينج شويه لانه البوست دوك انت لازم تفتش بوزيشنز وفيها كومبيتيشن عالي، لانه في كثير بيطلع من البي اتش دي السوبرفايزر بتاعك هو المسؤول عنك ماديا، يعني هو عنده بادجت يقول لك انا عايز بي اتش دي ستودنتس وكذا بتاعنا. لكن البوست دوك في ناس بيتعينوا البوست دوكس، لكن بوست دوك لما تكون انت جايبه باسمك لها يعني لها معنى مختلف حتى في الايفالويشنز وكذا. يلا بديت التقديم بتاع، عيني بعد البي اتش دي هو 3 شهور بس، بعد لقيت لي بي اتش دي، اخذت لي بي اتش دي هنا اصلا بيرسونال بوست دوك بوزيشن لمده سنه، وثاني اخذت لي بيرسونال بوست دوك بوزيشن لمده سنتين، وثاني اخذت لي بريستيجيوس بوست دوك بوزيشن من حاجه يسموها سويدش سوسايتي اوف ميديكال ريسيرش، دي سوسايتي لها 120 سنه. هنا ده كان الحفل اللي هو ادونا فيه الاوردز يعني، او انه الانونسمنت. سوسايتي يا دكتور بتدي نوبل؟ لا ديك السويدش سوسايتي اوف السويدش اكاديمي اوف ساينس. ديك في جامعه كارولينسكا في ستوكهولم يعني. لكن دي زي جمعيه. طبعا ده برضو اللي انا عايز اقوله دكتور ياسين، البحث العلمي ده ما قروش بس، ولا يعني مباني، ولا البحث العلمي ده ثقافه عامه. يعني السويدش سوسايتي اوف ميديكال ريسيرش دي او حتى الحكومه السويديه او كده، الجزء اللي بتدفعه الحكومه يسير جدا، او يعني مش يسير لكن خلينا نقول نسبه معينه من كامل اموال الابحاث في البلد، الباقي انت عارف يعني بيجي من شخص ممكن يتوفى، او يعني شخص مثلا بالباركنسونيزم يقول لك انا هتبرع بنص ثروتي لابحاث الباركنسونيزم، شخص ابنه مثلا توفى بالسرطان يقول لك انا هتبرع للكانسر سوسايتي. يعني فهمتني، في ثقافه عامه البحث العلمي ده مهم بالنسبه لي. يعني انا عندي زملائي سعوديين كتار يعني كمان اقول لهم المشكله يعني انتم عندكم الماده، لكن يمكن المشكله حتقبل الثقافه العامه دي، يعني ثقافه البحث العلمي دي يعني هي دي. يعني قلت لي انا متاكد حتى لو في السودان لو كان عندنا مثلا قدره ماديه، لو زول جاي توفى وخدت نص قروش ومثلا ممكن اولاده يحجروا عليه يعني يقول لك انت مجنون يعني. وخير دليل يا دكتور، خير دليل المشاركات بتاعتنا في السوشيال ميديا زي ما قلت، يعني مثلا تلقى فنانه وفنانه تلقى في ملايين اللي بيحضروها، يعني بحيث انه المواقع بتاعتنا الورس كلها بتعلم الناس اللي بتمشي الناس لقدام. يعني مثلا مبادره الباحثين فيها زي الممبر شيب 600,000 وحاجه، لكن الناس المشاركين ما بتعدوا يعني بضع ميات يعني. فدي واحده برضو من الاشكالات بتاعتنا اللي عايزين المفروض يعني الناس يشتغلوا فيها عشان يمشي لقدام يعني. طبعا والسودان دي مشكله كبيره جدا، انا يعني بتارقني يعني. وبعدين انت عارف وين المشكله يا ياسين، انه الفن حتى ده ما الفن اللي بيؤرخ او بيؤرخ لمرحله او يعني فهمتني ممكن يورث يعني. يعني احنا مضيعين وقتنا في حاجه اصلا يعني زي ما انا عندي اهتمام مثلا بالسينما العربيه وبالمسرح العربي وبالإنتاج، يعني بحس انه دي تاريخ لحقب يعني مرت على مثلا مصر او كده او هنا يعني فن ممكن يعني حتى مثلا اغاني عبد الحليم تاريخ لفتره مثلا الخمسينات، بعدين مثلا سيروا في المد الناصري مثلا او ثوره يوليو يعني. لكن احنا للاسف يعني اذا قلت لك احنا ضايعين وقتنا، والمنابر بتفتح يعني مع احترامي نار الضلع وما نار الضلع وعش يعني تخيل يعني ما حاجه ذات يعني لا يمكن يعني ما فن ممكن يورث يعني في الدنيا، وما الفن ممكن يؤرخ لشعب يعني. في 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 نماذج مشرفه يعني، انا ما حابب زي نانسي عجاج دي مثلا جمهورها متاكد بيكون اقل من جمهور يعني شخصيات ثانيه، لكن انا متاكد شفت فن ده هو حيبقى صح يعني. ما قد نختلف او نتفق معاه وناس يحبوها ويحبوها، لكن انا بتحدث عن الفن كماده يعني. طبعا على فكره دي انا من الناس الضعيفه للبرنامج ده، لكن لسه ما جيت، لانه صراحه الفن بتاعه يعني المفروض الناس تقيف عليه، لانه يعني زولا برضه بحثت يعني في الفن طبعا يعني ما وقفت يعني. طبعا انت بتغرد خارج السرب يعني، شوف حجم الضوضاء اللي احنا عايشين فيها دي،
ما الغناء بس، حتى الاعمال الدراميه والغناء. يعني في حاجه زي مسلسل العشم ده، يعني طلعنا من الموضوع شويه، في ناس بتختلف معاه وبتفتكر انه ده شنو، ما ممثل السودان ما عارف. لكن انا في رايي الشخصي انه التجربه في حد ذاتها مختلفه، وتجربه قد نبني عليها مستقبلا، يعني نختلف نتفق معاه. لكن شيء يعني، هل اقارنه مثلا بما بالهزل والهنال بيتم يعني في لا طبعا يعني. فيعني الله يصلح الحال يعني. فالبحث العلمي ثقافه اجتماعيه، ما حاجه بس هنا يعني. وده هنا في السويد بتلقاه في يعني اساس مثلي، هي مينلي تبرعات يعني من 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 اثرياء وكده يعني، هنا لصالح البحث العلمي. هنا انت بتدخل احيانا ويب سايت كانسر سوسايتي دي، بتلقى انه يقول لك مثلا مارتن تبرع ب 100 كورونا، 100 كورونا دي تقريبا 10 دولار، تبرع ب 100 كورونا لصالح الكانسر سوسايتي اللي هي عشان تمشي للريسيرش. يعني تخيل زول بس بيدخل بيدفع 10 دولار من جيبه عشان الريسيرش، لا زول غصبه ولا زول قال له نايل. وثاني حاجه مهمه برضه في البحث العلمي ياسين، انا برضه نظريتي يعني انه نوعا ما انه الجو المحيط بمعنى جغرافيا كمان. يعني هنا مثلا انت بتنقصك عينه، الو المانيا عندكم مثلا هنا دي، اوكي وي هاف ات وي ويل سند. الو هولندا within one يعني في 21 day تلقاه هنا. يعني برضه احنا في يعني احيانا الحديث مع الاخوه في الخليج يعني بقول لهم يعني المحيط نفسه يعني في انت عشان مثلا درج بك حاجه اللي هتستناها من امريكا تجيك بعد اسبوعين. يعني احنا محتاجين حاجات كثيره جدا يعني، ما القروش بس هي بتحل الموضوع ده، في اشياء كثيره جدا لازم تمشي سايد باي سايد يعني. صح، هي الحاجه المهمه الكلتشر يعني، الثقافه بتاعت البحوث دي. لو الناس بدوا تخش في الـ في الـ في الـ في الدم بتاعه وفي وناسته وفي حاجاته بالذات للطلبه، فبعد ذاك الحاجات اللي دي بتزلل يعني. فاصلا احنا شفنا كيف انك انت ما شاء الله تبارك الله يعني ما وقفت يعني، فاتحركت، فالحركه دي هي بعد ذاك هي اللي ادتك الطاقه وهي اللي خلتك تمشي لقدام يعني. طبعا زي ما قلت لك يعني، الحركه الحظ وال يعني شفت بس كده، ده الحل الوحيد يعني. زي ما قال برضه السوبرفايزر، قال لي if you don't apply or you don't try you will not get it, this is the only truth I know. اي حاجه ثانيه عندك تشانس من 0.01 ولا 0.001 لغايه 99. طبعا احنا اصلا مرت ساعتين و10 دقائق ومستمتعين جدا. شكله معلش طولت يمكن عليكم. لا 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 بالعكس، احنا خايفين انه نكون طولنا عليك، لكن لسه عندنا كم حاجه كده يعني ما يعني واصل يعني. لا فبس يعني قلت لك البوست دوك كانت نايف. انا يعني ده اقول للشباب انه يعني احيانا الطرق الوعره هي البنفيت فيها بتكون اكثر من الطرق الموهده يعني. الحاجه دي يمكن خفت شويه بس عندي بس اثبات يمكن عامل السين هناي، لكن وده برضو اللي انا يعني حقوله هسه بس في دقيقتين كده. لكن بس الصوره دي هي التخريج كان بتاعنا في البي اتش دي، ودي برضو من اللحظه اللي انت بتحس انه تعبك ده كله يعني هنا. طبعا التخريج لازم تكون لابس البنجوين سود دي الطاقيه دي، المدير الجامعه الحفله طبعا كله باللاتيني، انت بتكون ما فاهم، هو تقليد له 500 سنه يعني في المين هول بتاع الجامعه هو باللاتيني، انت ما فاهم اي شيء طبعا، بس بيقولوا اسمك ده بتقوم بيقوم بيحط لك الهات فوق راسك دي لخريجين كليات التقنيه والكليات الادبيه، وهنا بيحط لهم تاج زي بتاع الرومان كمان. فيعني في اللحظه والشهاده طبعا بيكون موقع لها الملك كارل جوستاف ملك السويد يعني. فيعني ده انا بوريك يعني، يعني شوف الملك ده يعني شوف الاهتمام. شوف الاهتمام يعني، شوف يعني ده تقليد وهنا ما يعني. فدي كانت صوره في البوست دوك، اول بوست دوك، فكان عملنا ريسيرش بيبر او يعني قدمنا ابستراكت، بعدين بقى بيبر حصلنا عليه، كان جائزه اسمها ماري كيوري اوورد. ماري كيوري طبعا احنا عارفين ان هي شيز ذا بايونير ان في حاجه بيسموها اليوروبيان اسوسيشن اوف نيوكليير ميديسن، ده يعني زي مثلا يوروبيان اسوسيشن اوف يورولوجي او سايكولوجي او كده. يعني ذس از ذا بيجست اورجانيزيشن في نيوكليير ميديسن، فكل في كل سنه في المؤتمر بتاعهم بيختاروا ذا بيست بيبر يعني. فكان السنه ديك يعني طبعا كانت حاجه كده يعني اكسترا اوردينري يعني، لما اخذناها يعني الامريكي اوردينا من الحاجات اللي انا بحب الصوره دي بحب اخليها كده يعني لانه يعني
يعني بحس انها بتتوج بتاع الواحد. وحاجه ثانيه برضه بناء التدريس، يعني انا يوم ما اول يوم جيت ادرس في الكورس اللي انا يوم من الايام كنت طالب فيه، ده كان شعور مختلف تماما. يعني شوف الـ 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 حتى دائما لما يجوا الطلاب جداد بتاع الماجستير دائما بيجيبوني يعني الادمنستريتورز او كده، نزلت بعدين بقيت ادمنستريتور، لكن بيجيبوني بيقول يعني this is an example of the person who was once a student وبعدين بقى teacher يعني في نفس الكورس. يعني ف يعني الحكايه ما زي ما قلت لك يعني تتويج بس ما بقول انه زور خارق للعاده، لكن خلينا نقول اجتمعت عناصر الحظ يمكن شويه الوجود، وجودك في اللحظه المناسبه. يعني انت عارف في حاجات يعني انت عارف يعني في حاجات في حياتك دي لو تاخرت، لو العربيه اللي انت راكبها عطلت ومشيت كان ممكن حياتك دي كله تغير. صح. يعني انت لو كان مشيت سوريا ما كان يعني مشيت سوريا كان هنا كان يمكن لو والدي رسلني مثلا برا قريت في حته ثانيه كان قريت يمكن تخصص مختلف، لو كان كملت في الهندسه كان هنا، لو كان ما سمعت السويد من الزول اللي قلت لك في الشركه ده قال لي قدمت في السويد كان ممكن يكون في حته ثانيه. المهم فاثناء البوست دوك طبعا بدا الواحد يحس انه لازم يكون اسره، يعني خلاص يعني اجل المشروع. وده هنا دي لحظه طبعا انا يعني حابب تديكيتد يعني زوجتي العزيزه الدكتور سامرين امين علي جاد، يعني زوره دي تحملت معي كثير. يعني جاتني في فتره البوست دوك دي، يعني تخيل هي زوله جايه السويد جديده بعد قعدت معاها يعني اسبوع كده استقبلتها وريت السويد، بعد اسبوع قلت لها والله شوفي انا عندي تجارب في المعمل ممكن انا شنو تقعدي في البيت، لكن لما اجي اعمل ميجرمنتس حاجي اخذك تجي تقعدي معي في المعمل. تخيل ان الزول اللي ما لها اسبوعين في البلد زي تقعد معي في المعمل وانا بعمل ميجرمنتس وبكل حب وكل يعني زي ما يقولوا روح يعني طيبه. حولتها من أوبسالا لجنوب السويد للند، هي بتحاول تعمل امتحان المعادله حق الطب، غيرت وقفت كورساتها وكل شيء فقط من اجل انه يعني زي ما يقولوا سبورت يعني بالضبط يعني. فمن ما بقدر اوفيها حقها يعني ما قصرت معي، وان شاء الله يعني ربنا يجازيها يعني خير الجزاء. فالمهم يعني بعد ذاك طبعا البوست دوك بتكمل فيها كم سنه؟ خمس سنين او شيء. جاء السؤال المحوري والمهم، بقيت اقدم على جرانتس بيجيني حاجه مهمه جدا، احيانا بيجيني رفض يعني ما طبعا داري برضو اكد على للناس اللي بيتابعونا ما تفتكروا ان الزول الواقف هنا ده هو عباره عن بس يعني نجاح في نجاح في نجاح في نجاح، في فشل في فشل في فشل في فشل. ويعني ما بقدر احنا ما في اليوتوبيا ما في الجنه الموضوع. فكان واحده من البوينتس اللي بتجيني في الريجكشنز للجرانتس وكده وبتاع انه انت يو هاف نوت ترايد ا ديفرنت ريسيرش انفايرمنت، ما جربت مناخ مختلف البحث، انت بس لاصق في السوبرفايزر بتاعك من البي اتش دي لغايه حتى في البوست دوك يعني هم موجود. حتى لو كنا يعني انا عندي قلت لك البوست دوك بيرسونال بوست دوك بتاعتي، لكن ستيل بالنسبه لهم يعني وي ار برودكتيف وهنا بتاع. يعني طبعا كان عندي فرصه امشي الولايات المتحده الامريكيه، يعني بالمصادفه كده قاعد يوم قدمت طلعت لي اللوتري. فأنا طبعاً بقول حظي في الحياة استخدمته يمكن في 2014 2015 سنتين زي لغاية أي حاجة هنا. جاتني فرصة في وايل كورنيل، واحدة من عرق الجامعات في نيويورك يعني، لكن كان عندي سبب بيمنعني، سبب مهم. زوجتي كانت جاية يعني هنا السويد، وكان عشان إجراءات الفيزا هنا لابد أكون أنا في السويد، ما ينفع أن الناس أخلي البلد. السويدي عندهم شروط غريبة يعني، فبيجي برضو البوريك احيانا انت مش الحياه بتكون ضدك والظروف ما بتساعدك، احيانا الظروف بتساعدك لكن بتجي ظروف ثانيه مختلفه تماما برضو بتعيقك. يعني يعني فرصه وايل كورنيل دي ما هنا يعني كانت شيء هاد يعني، وانا عندي جرين كارد يعني كان حمشي اقعد، ومشيت امريكا يمكن مرتين يعني زيارات خفيفه كده يعني فهمتني. لكن امريكا كبلد يمكن برضو انا حسيتها صعبه شويه ما يعني يعني المهم. لكن في نفس الوقت اللي حبيت أقوله إنه يعني شوف الأرض ممهدة وكل شيء ناي جرين كارد وعندي شهادة وعندي بوزيشن ممكن أمشي عليه وناي، جاتك حاجة يعني من حيث لا تعلم يعني اضطر أن تقدم تضحيات في الحياة برضو. life is about a compromise you should compromise ما 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 كل شيء. يعني مرة بذكر مرة بسمع في واحد يعني عارف في برنامج
قال يعني انا جاتني هنا لكن قعدت اتخير. يعني انت اوكي يعني اكيد لازم تتخير، لكن احنا وضعنا كسودانيين ما بدينا البريفليج الشديد دي يعني في الدنيا. لابد انك تكون براغماتي احيانا. لا يا صح يعني فهمتني. فانا يعني طبعا عشان زوجتي تلتحق بي وكده ما يعني ضحيت بالحاجه دي وقعدت في بساله وبدات بدا يجيني الكريتيسيزمز انه يو هاف نوت تشينج يور ريسيرش انفايرمنت. هتفهمهم كيف انه انت اصلا قاعد عشان ما بيفهموا يعني ما they don't have anything to do with that يعني. فالمهم وحتى اخرت الاسوسييت بروفيسور ده البروموشن الاسوسييت بروفيسور تاخر بسبب واحد، لانه وانس انك بقيت اسوسييت بروفيسور البوست دوك بتاعك بينتهي فلازم تشوف لك كونتراكت جديد، والكونتراكت وجود كونتراكت مربوط بانه زوجتي تلتحق به. يعني الهجره بيقول لك لازم يكون عندك كونتراكت ساري عشان زوجتك تقدر تلتحق بك، يعني انت سبونسر بتاعها. فتخيل يعني حتى ترقيتي البروفيسور اخرتها سنتين يعني. فنقدر اقول يعني في تضحيات في فشل في ناي ما تفتكروا انه انا والله او الشخص مثلا يقول لك انا يا اخي بقيت بروفيسور او دراي بين عشيه وضحاها. يعني في اشياء كثيره انت بتكون مرت عليك يعني ما بتتخيل ذاته وتضحيات قدمتها يعني. المهم التحقت بي زوجتي دكتوره سامرين وبعدها قررنا انه امشي. جاتني فرصه في جامعه لندن، حسيت انه دي فرصه كويسه جدا لانها جوه السويد في نفس الوقت في مكان مختلف. فطوالي اخذت الفرصه لكن قبل ما هنا كان قدمت عملت بروموشن، قدمت البروموشن بتاعي للاسوسييت بروفيسور وطوالي يعني الموضوع ما اخذ شهرين يمكن. I was promoted لان I was ready يعني ما كان في اي مشكله، بس المشكله كان انا مأخر عشان هيك مواضيع هنا. فهو جيت كنت بديت يلا طبعا مشروع جديد وحياه جديده ومكان يعني صحيح نفس البلد لكن من الشمال للجنوب يعني مختلفه تماما، سكن انفايرمنت مختلف. لكن تعلمت فيها شيء جديد يعني تعلمت في انه الديسيجن ميكنج بتاعك ما بيقوى او ما بيتحسن اذا ما جربت اشياء مختلفه. If you're okay, if في الكومفورت زون بتاعك حتاخذ نفس الديسيجنز اللي هي انت عارف ان هي حتأدي الى الطريق او الى النهايه اللي انت متوقعها يعني. لكن going to a different place حيخليك تاخذ decisions مختلفة يعني decisions حتى أحيانا في الريسيرش في كده يعني خلينا نقول حتضطر تشغل مخك برة تانية من أجل أنك يعني تجد المعادلة الصحيحة للوصول للنهاية المنشودة يعني. فدي حاجة مهمة جدا هنا في السويد، تغيير الانفايرمنت في الريسيرش ما تقعد في حتتك، لازم تغير، لازم تمشي، لازم تشوف. ممكن تمشي حتى وما تعمل publications وترجع برضو أحسن من القعد في حتة أنت سوى عمل publications. وفي حاجة برضو مهمة جدا دي برضو في السودان لازم أنا أعتقد يعني أتمنى يعني إنه يكون ال الهيراركي الأكاديمية دي يعني. يعني أنا في السودان بحس إنه مرات ما عارف في هلا لا زمان كان في مقال اسمه مفضل الألقاب في السودان. يعني إيه الحكاية؟ ما لقب، إيه الحكاية إنه أنت اللقب ده هو بس makes you title to do something. يعني أنت من يقول بروف فيور تا يعني the title من أجل إنك to يعني supervise هذا to supervise students to publish high quality research وكده بتاعه. أنا مستغرب يعني حيا في السودان يعني سكوبس وهذي ما خلوا لنا شيء يعني. يقول لك زول مثلاً بروفيسور ناي وجايبينه لك وقاعد في التلفزيون إيه تلقاه مثلاً عنده 2-3 papers ما بمتهن حقه، لكن أنا بستغرب النظام اللي هو رجعه لبروفيسور. يعني ما هو دي المشكلة، عارف وين المشكلة؟ ما إنه فيه هو المشكلة، إنه دي بتقدح في جودة النظام التعليمي بتاع البلد. طبعاً طبعاً يعني دي الكارثة يعني في التنين دي المشكلة الرئيسية. ودي حتى في الخليج السي بدأوا ينتبهوا لها يعني نظام ولا إيه. كان زمان بيخلص البي إتش دي بيرجع assistant professor وبعد شوية بيبقى associate، وناس بيجوا يقول لهم لازم to publish لازم ما عارف شنو لازم. السودان القوانين موجودة أظن يعني النصوص دي موجودة، لكن ما عارف يعني بحس إنه فده إحنا ما دارين الحل تقدح في مصداقية نظامنا التعليمي. يعني أتمنى يكون فيها يعني هنا to be a professor يعني أنا عشان أكون professor ثاني قال لي 5-6 سنين 7 سنين السوبرفايزر حقي ده ما بيجي professor اللي عمره حاجة 50 سنة. لأنه you have to supervise 2 PhD students main supervisor تكون، you have to secure enough funds. You have to publish minimum 50 papers. ولا يعني حاجات
عشان كده ما بيكون خلاص يعني بيقدر يطلع للعالم as a professor of university of X Y حتى في إنجلترا عندكم خلاص يعني فهمتني إنه ده يعني زي ما يقولوا well qualified بيمثل الجامعة اللي هو جاي منها يعني. فبس يعني ده هنا دي كانت زي ما يقولوا الرحلة. أنا آخر حاجة بس ممكن نحاول أقوله برضو في خصوص التعليم ده يعني أنا دي مشكلة برضو زي ما قلت لك يا مرة ذكر في كومنت قلت لك إحنا برضو في السودان بيجي عندنا مشكلة بيجينا تعرف عاملين إحنا شنو زي في منجم بتاع فحم إحنا عمال بتاعنا وقفنا في حيطة سد كده وقام شنو ما عارفين كيف يعني فقام واحد مننا قال يا إخوانا اللي عنده حل هنا يجي هنا بيجاي عشان يشرحوا لنا. فالحاصل في السودان إن إحنا كلنا جينا بيجاي يعني كلنا بننظر كلنا في البوديوم يعني لايفات وما لايفات وأستاذ وتلفزيونات يعني جينا كلنا واقفين في البوديوم وما في زول قاعد تعرف الأودينس يعني. فأنا ما حابب أكون ألعب يعني الدور ده يعني لكن يعني درس كور بس قصة إنه برضو شوف الجماعة دي كيف بيدوا فرصة أنا زول أجنبي زول هنا وإحنا أيامنا كان الماجستير وتيك فري يمكن حاجة فيه حاجة بسيطة كده طبعا لكن الأكوموديشن طبعا عليك وفي وبعد ما لما عملوا رسوم قاموا عملوا شنو عملوا زودوا عدد المنح لما عملوا رسوم زودوا عدد المنح والمنح شامل الأكوموديشن في ناس كثير استفادوا منها الحاجة دي في ناس عمل لهم منح نص أنا قابلت بنت سودانية أدوها منحة التيوشن فيز اللي هي تقريبا 20,000 دولار في السنة 25,000 دولار الأكوموديشن على لكن مثلا على تيوشن عليهم هم تيوشن فيز هنا في جامعة يعني شوف الناس دي هو ده بلدهم ده حقهم لكن لما لغوا حكايه هنا لما اخذتوا الفيز قالوا لا يعني لابد ان احنا نزود على السكولرشيبس يعني شو بينما انا يعني في قصه كده حابب اذكرها وما حسمي اسماء عندي قريبتي هي خلصت الثانوي العالي ودارت تلتحق بكليه الطب من الارياف يعني من الهلاليه تعرف الظروف يعني لو انا جايبه 87% ده يعني فهمتوا ان حاجه كده في الزمن ده وفي كلام السنة دي يعني في الظروف دي حاجة عبر هنا زول دي عندها شغف بدراسة الطب ماشي إنه شغف هنا يعني عندها حلم يعني وأنا زول في المجال التعليمي I can feel it يعني أها يعني intuition بيخليني أعرف إن الزول ده ما هي زول يقول لك أنا لارجع طيب لا يعني. فقمت بالتواصل مع مدير إحدى الجامعات الخاصة يعني السلام عليكم أنا هنا فلاني كده هنا والله البنت دي هي كده وضعها وماديا شوف ذاته الفشل بتاع البلد لدرجة يعني إنه يعني زولة بتنتمي لمكان هو يعد أكبر مشروع زراعي في العالم يعني يعني رصيف والدة في هولندا مثلاً بيكون عامله على 2-3 مليون دولار يعني وإذا بقى هنا فهو هي البيت ما عندها قدرة إنها تدفع الرسوم العالية دي يعني للطب والجامعات الحكومية أظن في نسبة معينة كده هناك فيعني أنا أتعهد يعني من خلال هناك إنه الزولة دي she will perform well وانا يعني انا يعني زي ما بيقولوا كده انا خدت يعني زي ما بيقولوا كل كروتي عليها مش لانها قريبتي لانه انا حاسس لو في عندي 20 قريبه تخيل الزول ده قال لي شنو يعني بس عشان اوريك تتوقع قال لي شنو يا سيدي قال لي يا اخي ما عنده قروش يقرا طب ليه ما عنده قروش يقرا ليه اي طب يعني الطب ده مخصص بس للناس اللي عندهم اكزاكتلي عقبه بانه يا اخي قد يكون عنده قلت له انا بعرف واحده يعني خريجه من جامعتكم يعني تخرجت وبسبب تفوقها لقيت لها شغاله جراحه في السويد في ستوكهولم هناك بتاع هذه مثلا ما يعني هي قرت وبعد ذاك ربنا على اقاليم وما عندها قروش بتعبها خلتها تمشي تقرا بزنس دي نصيحة قال يعني هو ذكر قال لي دي نصيحة مني يعني قال لي أنت لو ما أنا ممكن تجيب لي أنا أقول لك الكلام تخيل يعني فا يعني لك أن تتخيل هو طبعا جامعة خاصة it's up to the person it's up to the يعني زي ما يقول administration ده مشروع يعني ما بقدر أنا لكن تربويا يعني بعدين الاستهانة برضو بالناس يعني أنا بتكلم معه وشفت كأنه أنا يعني طفل يعني كأنه يعني برضو في مشكلة برضو قلت لك النرجسية دي مشكلة كبيرة جدا يعني تخيل يعني أنت خلاص لا تملك بعض الشعرات البيضاء في رأسك فيعني أنت تفهم لسه بعيد لسه بعيد يعني رغم أنه يعني تك عرفت نفسي بموقع ما لأنه موقع يعني حاجة كده لا تتكرر لكن حبيت أنه شنو أوريه وأن الزول ده في نوع من المصداقية يعني ما أنه زول جاي قال ليه ما عنده قروش ما يقرأ طب يقرأ طب ليه واهله فقرانين يقرا طبني
قال لي الكلام ده انتهى زمان يعني. فبس يعني دي رسالة قد تلخص المأساة يعني. انتهيت من السلايد ولا لسه؟ آخر سلايد بس. أيوة تفضل. كان عندي فيديو دقيقة ونص، ما هو النيوكليير ميديس أو نيوكليير فارماسي. أيوة دي مهمة جدا طبعا، دي من كل من واحد من الحاجات اللي نزلت منها. بالضبط. نيوكليير فارماسي أو الراديو فارماسي أو الراديو كيمستري هو علم يمزج بين علمين، بين الصيدلة طبعا زي ما هو واضح، وبين الفيزياء النووية أو الكيمياء النووية. الفكرة جات قبل 100 وحاجة سنة. احنا المواد المشعة عارفين انه هي بتكون غير مستقرة بسبب عدم استقرار، عشان توصل لمرحلة استقرار بتقوم تضطر انها يعني تعمل زي ما نقول emissions لجزيئات لأشعة عامة وكده. بالضبط. فالفكرة جات انه ليه احنا ما نستفيد من الجزيئات دي، بانه بنعتبرها كأنها بوليتس يعني، كأنها رصاصات. الرصاصات دي ممكن احنا نضرب بها الخلية السرطانية بحيث ان احنا نقتلها يعني، يعني كأنك عندك مدفع رشاش. لكن الفكره انه كيف الماده المشعه دي تتوصل للخليه السرطانيه يعني، ها يعني انت ها هتحقنها، لكن هي it will be distributed. هي في الاخير عنصر ده ممكن يمشي اي حته، لكن انت محتاج انك تعمله في فور معين كده من اجل انه يوصل للخليه السرطانيه ويحقق الهدف المنشود. الرصاصات دي هتضرب الدي ان اي حق الخليه، والدي ان اي هو المسؤول عن التكاثر اللا محدود للخلايا السرطانيه يعني. فانت لما تضربه يعني هي دي الفكره. فالفيديو ده يعني ظريف، عملته طبعا بروفيسور ماريان ديونج، بعرفها شخصيا يعني. الفكره من ذكر اسمها هنا انه هي نفسها مصابه بالسرطان، هي شي از ون اوف ذا بايونيرز ان ذا فيلد، لكن المرض ده ما بيعرف يعني زي ما بيقولوا. ف شي از ا ليجند، لكن الفيديو ده كان انتاجه يعني. فهي التكنولوجيا بيسموها targeted radio cryotherapy، هي target اللي هو استهدافية زي ما قلت احنا، او مستهدفة يعني. ما عشوائية بس انت بتحقن المادة مشعة يعني. ما اعرف شغال الفيديو؟ الفيديو شغال ايوه نعم. فالفكرة وين الفكرة في الاخير، انه عندك جزيء عنده قدرة يرتبط بالخلايا السرطانية، فاحنا ليه ما نستخدم الجزيء ده كموصل؟ يعني عربية بوكس لوري نشحن فيه بضاعتنا ونوصلها للخلية السرطانية. هو ده الجزيء يعني، فيها أشياء كثيرة ممكن تستخدمها في الجزيئات يعني. هل في النص هنا دي هي المادة المشعة، أنت بتربط المادة المشعة في الجزيء الموصل ده يعني. ودي المادة المشعة قلت لك عدم الاستقرار يخلي النواة تفرز جزيئات أشعة جاما مثلا، أو جزيئات إلكترونات أو بروتونات أو فشايف الجزيء الان بقى هو عباره عن يعني مطلق للرصاصات دي يعني. بيتم حقنه في المريض، تدخل في الدوره الدمويه، وبعد ذاك لانه قلت لك احنا خدنا الماده المشعه في جزيئات عندها خاصيه انها تمشي للخلايا السرطانيه، فتتجمع في الخلايا السرطانيه اكثر من اي عضو ثاني في الجسم. لاحظ بالضبط هو ده الجزيء وبيحمل المادة المشعة، ارتبط بسطح الخلية السرطانية ودخل داخلها وبدأ يطلق، أو الرصاصات هي عامة شايف بدأت عملية إطلاق الرصاص تؤتي أكلها يعني زي ما بيقول. بدأت الخلايا السرطانية دمر تدريجيا، والتيومر as a whole بدأ تشرينك. في نفس الوقت في ميزة ثانية، الجزيئات هي بتضرب النواة وبتقضي على الخلية السرطانية، لكن ما زي ما قلنا المادة المشعة برضو بتطلع أشعة. الأشعة دي احنا ممكن نلتقطها وناخد منها صور يعني عشان نعرف وين الدواء تركز يعني. هذه أشعة جاما احنا بنلتقطها بالتكنولوجيا اسمها سبكت. ده هنا تركيز المادة المشعة، طبعا ما باين الجسم كامل لكن ده جزء من الجسم. هنا الورم زي ما شايفين الحته السوداء دي، معناه انه هنا ده في تركيز عالي جدا للماده المشعه اللي هو الورم ده. ثلاثه ايام بعد حقن المريض، دي صوره حقيقيه يعني المريض يعني. وده لاحظ النقطه السوداء خفت كيف، او معناها انه الورم قل يعني او اختفى.
دي تقريبا 3 ايام بعد الحقنه الثانيه يعني، او بعد الانجكشن الثانيه يعني. شو نفس البيشنت التيومر بيردن او الثقل بتاع الورم بتاعه، الورم اختفى او تغير بسبب النيوكلير ميديسن او النيوكلير فارماسي. هذه ببساطه طبعا انا ما حبيت المحاضره تكون علميه شديد، ده ممكن نتطرق لها في وقت ثاني يعني، لكن ذس از سمري يعني. طيب يا دكتور قبل ما بس في الموضوع بتاع الفيديو ده، الدواء ده خلاص ابروف والناس بدات تستعمله؟ هو ما واحد طبعا، هو ما دواء واحد، في ليست بتاعنا، لكن النيوكلير ميديسن مجال لانه نوع في فقط دوين الان ابروف، لكن هسه في واحد ثالث واز ابروف. ايوه ده بالضبط اللي في الفيديو ده واز ابروف 2 ييرز اجو يعني. لكن طبعا كل جروب عندهم انت بعد ذاك الماده اللي هي عندها خاصيه الارتباط بالخلايا الموصل البوكس اللوري يعني، في ناس بيطوروا هايلوكس، في ناس بيطوروا داتسون، في ناس بيطوروا يعني. فده كان البروجكت بتاعي، وده البروجكت بتاعي. انا بشتغل مينلي بري كلينيكال الديفلوبمنت نفسها بروسيس بتاعت الريدي فارماسيوتيكالز دي، ذس از ماي مين سبيشاليزيشن يعني. في ناس كثير طبعا لما تشوف الحاجه دي بتامل انه يعني دي قد تكون فرصة لعلاج أحباء أو كده أو هنا، لكن التكنولوجيا دي يعني للأسف هي متقدمة شديد، وحتى في الغرب ما بتغطى إلا بالإنشورنسز وكده يعني. لكن يعني ده أنا برضو واحدة من الحياة، مرة مشيت لمركز الزرة في السودان عشان أقابل المدير يعني. طبعا يعني برضو فكرة الاستخفاف بالناس السكرتيرة يعني، أنت منو يعني والله أنا حابب يعني أقابل المستشفى هنا يعني تدسكاس يعني. كلمت السوبرفايزر بتاعي قلت له يعني ممكن يكون ما فكره انه تكون السودان كحقل تجاري بقدر ما هو انه يعني هاو كان وي كولابوريت يعني. قلت له والله هل الحاجه دي يا دكتور محمد لحد اسي موجوده يعني؟ لحد اسي دي انت مستعد لانه يكون في كولابوريشن مع السودان؟ والله طبعا هي لكن موجوده، لكن برضو الواحد وعى شويه يعني، مش وعى بمعنى انه تخلى عنها، لكن يعني التكنولوجيا ذاتها يعني way too expensive وما expensive معناه أن الناس ما تحصل على دار لها هنا يعني، دار لها دعم حكومي يعني. مثلا في قطر كنا في سكانر PET scan واحدة، PET scan هي المرحلة السكانر المور advanced عن السكانر الموريتم. دولة قطر فيها مثلا فيها 2 أو 3 أو عفوا كانت واحدة والله قبل كم 3 أو 4 سنين، وس يمكن في واحدة يعني. السعودية يمكن فيها 5، السويد كلها فيها 9 يعني. فيعني التكنولوجيا دي ما مصر فيها يعني. انا يعني عندي قريب يتشخص بالسرطان عشان يعمل البيت سكان دي، الناس طبعا بينظر لها انها حاجه خرافيه، لكن فعلا نحتاجها، والطبيب في مصر طلب منه مش يعملها في مصر، اضطر يعني. السكان الواحده ب 10,000 جنيه مصر. يعني الحاجه دي واحد طبعا مستعد، لكن حاجه يقدر لها يعني ما 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 بس. هل ممكن نعمل لنا يعني فريق كده يكون يتابع الموضوع ده ويشوف دونرز يشوف غيره؟ لانه بيكون فيها جانب زي ما انت تفضلت قبل شويه، حيكون فيها كولابوريشن وسامبلز وحاجات، انت بيجيك داتا من اكثر من حته، مؤكد الداتا بتاعت السودان مختلفه عن الداتا بتاعت السويد وغيره ولا شنو؟ طبعا طبعا، لكن هي الفكره هنا بتاعتنا ما احنا ما بنجمع داتا بقدر ما هي انه هاو تو يوز ذيس. انا شايف انه تريتمنت واي تو اكسبنسيف والامكانيات نفسها، لكن اللي بتمناه فعلا الحاجه ممكن ان يكون في سكانرز تو سكان ذا بيشنتس، وبعد ذاك الواحد ممكن فعلا نتعاون في حيث انه نوفر الجزيئات دي اللي هي بتستخدم للسكاننج يعني. الجزيئات المحمله بمواد مشعه ممكن تستخدم سكاننج، لانه في جزيئات محمله بمواد مشعه تستخدم التريتمنت حسب الايميشنز اللي تطلع من الماده المشعه. فيعني السكان خلينا نقول الحاجه فعلا تخدم المستوى ان يكون في هدف ان السودان شود هاف ا بيت سكان، شو هذا PET scanner يعني. PET scanner would cost ما أعرف كم مليون دولار ولا شيء، لكن يعني الملايين الحايمة عند تجار العمر ملايين ما يعني في الهواء زي يعني. مليون دولار دي ما حد الدعم السريع يعني، في مليون دولار دي في ناس بي ناي يعني. طيب كويس، احنا طبعا بنحب دائما نطلق مبادرات خصوصا مع الناس اللي بيجوا في ونس على دروب النجاح، وبنحاول انه كل زول لانه يعني عنده مجال هو الاكسبرت في subject matter ده، بنحاول انه يكون في مبادره على اساس انه والله اخي الموضوع ممكن الناس عندها مقدره انها تعمل حاجه عبر المنصه بتاعت باحثين السودانيين. يا ريت لو انت وريتنا بس كيف الحاجه دي ممكن تتم. والله الحاجه دي طبعا بالضبط، لكن هي مين اللي ما التعليم العالي بقدر ما هي وزاره الصحه. وزاره الصحه شو سكيور سكانرز، وبعدين الناس يعني تقعد تشوف انه اوكي عندنا سكانر اللي
يعني فالجهد اللي ممكن تعمله الناس انها تحاول تلقى فند للسكانر، يعني this is will really serve patients. يعني انا قلت لك بشتغل بري كلينيكال ريسيرش، احيانا بندخل في الفانتزي واي شيء، لكن اللي جيت سالتني شنو ممكن يخدم الناس مباشره، يعني الشغل ده ما هو في الاخير انها يمشي الشركات ويجيب هناك وبتاع هنا، لكن الحاجه ممكن تخدم الناس مباشره straight ahead انه يكون في PET scanner في السودان، يعني positron emission tomography scanner في مركز خلاص البلد. احنا نحط ويكون في SPECT scanner. انا ما عارف المستشفى فيه SPECT scanner برضو اللي هي هنا ولا لا. SPECT طبعا برضو يعني السكانر الثاني SPECT دي ميزتها انه نوعا ما المواد اللي ممكن تستخدم فيها accessible وكده، يعني فاتمنى يعني انه نلقى donors لسكانرز يعني. ممتاز جدا جدا. احنا طبعا برضو نتوقع ان تعمل لنا ان شاء الله سيشن عن الريسيرش بتاعك، يعني عندنا مجموعه كامله بتاعت الصيدلانيين فيها دكتور ايناس وعدد من المختصين الثانيين يكونوا داير يسمعوا عن البحوث بتاعتك. اكيد اكيد شيء شيء بيشرفني جدا. شكرا شكرا جزيلا دكتور. تحياتنا لهم الاولاد والاولاد يوصل ان شاء الله. طبعا هم جيرانكم في بورسودان. ايوه نعم. سامر شايفه بيتكلم من امريكا انه يعني الوقت متأخر والوقت بدري وفرق الزمن، لكن جه دخل يعني. الله يكثر خيركم. الله يكرمكم. بس دي آخر حاجة ياسين، معلش طولت عليك شديد. لا بالعكس، نحن لسه أسمع تاني عندنا معاك 10 دقائق، وقف لنا شير. طيب تمام يديك العافية. بس هي دقيقة أنا حابب أقولها. شايف قدامك القدامك ده هو فولدر بتاع الجرانتس والاستيبنديومز اللي أنا قدمت عليها. فيه كم؟ فيه 125 فولدر، فيه 791 فايل. تقريبا 449 ميجا بايت، كلها ابلكيشنز، يعني سواء يعني ما كلها طبعا 700 فايل ابلكيشن، لكن يعني ابلكيشن ومشتقات دين دارين سي في كده، دين دارين ما اعرف شنو كده. هانا يعني اللي حصلت عليهم في خلال الخمس سنين الماضيه تقريبا يمكن 7 أو 8. فيعني انت تتخيل تقريبا، يعني شوف انا قدمت على 43 ناي وحصلت على يمكن 6 7، يعني فده اقوله يعني ما كلها نجاح، في فشل في فشل في فشل، لكن المثابره والمثابره والمثابره. The only thing I know, if you applied you have a chance to get it. Any other thing يعني ما هنا يعني. If you don't apply you don't get it. اي حاجه ثانيه. فيعني ما شرط انه يكون في الريسيرش ولا في الابلكيشن ولا، لكن قصدي بشكل عام يعني. شوف انا 50 مره بقدم يطلع لي 5 6 في 5 سنين. دي يا دكتور دي عندها علاقه بكره السله؟ والله كره السله طبعا على فكره انا ما انا اظن بس وين ده طبعا انا هنا اظن كنت زائر لي من حصه ولا شيء ماشي تلعب باسكت، يعني كان فرصه طبعا. يمكن يعني طبعا واحد قطع من كره السله والرياضه بقدر ما، لكن انا بعتقد فعلا ما مش الرياضه بقدر ما هي الجو اللي عشت فيه. وانا ابوي ده يوم من الايام هو شغال في شركه ادويه، كان عندهم تاخرت البضاعه اظن جايه من كوبنهاجن من الدنمارك وناي. انا ما مهنا، لكن بيحكي لي زول قال لي ابوك ده يوميا بيجي الساعه 8 يفتح المكتب ويقعد عشان الموظفين يكونوا شايفين انه حتى وإذا ما في يعني شغل تعطل لسبب أو آخر لابد إنه الاستمرارية والعمل يعني زي ما يقولوا يستمر على نفسه من وراء المسابرة. يعني الفكرة ما فكرة إنه بس أنت يعني. فأنا ده يمكن ده ذكر يمكن أبوي ذاته يمكن كان بيسمعني ما يعني، لكن أنا حكى عليه زول قال لي أبوك ده يوميا ما في يعني ما في حاجة يعني، ممكن عادي يقعد في البيت ما عنده إيش ولا يعني، بيجي يوميا الساعة 8 بيفتح المكتب بيقعد والموظفين ده يقعد ولغاية السيانة. أبوي ده بيصحى الساعة 6 صباحا يعني ما عنده حاجة لازم يشيل من له حاجة. فده أقول يعني الريزيلينس ده يمكن شوية اسم من الرياضة، لكن أنا أعتقد الجو في البيت هو يمكن الـ يعني أبوي هو عنده فعلا الريزيلينس لغاية السيانة. أقول لنا داركم تكونوا صبورين يعني. نعم وتستمروا. فمعليش طولت عليكم. لا بالعكس يا دكتور، يعني نحن ما يعني نحن مستمتعين جدا بالعكس، يعني نحن يعني الحديث ذو شجون يعني، لكن نحن بس ليك انت يعني ما يعني. لا بالعكس طيب بالعكس انا والله مستمتع جدا يعني، دي ثاني الواحد يعني حكى حاجات مساء يعني. طيب بمناسبه الحاجات عشان ما تنسى الحاجات وكده السياسه
والله انا افضل انه نايل اكيد، يعني السياسه دي ما هو انت عارف المشكله زي ما قلت لك، احنا كلنا بندعي ان احنا يعني سياسيين وبتاع، بس معلش وقف الشير عشان صورته تظهر. لا سوري ايوه قلت لك انا ممكن، سوري دشن انا ممكن بس يقعد انظر لك وبتاع واطلع لك لايفات وهناي بتاع، لكن يعني السياسه في الاخير انا السياسه زي ما قلت لك بديتها، ما بديت يعني ما ناشط في العمل السياسي كنت ولا شيء، لكن كنت بعتقد انه بالحد الادنى اللي انا هنا زي ما قلت لك المقاطعه الاجتماعيه، توسيع المعرفه السياسيه، يعني انا مثلا اصحابي كانوا بيلعبوا، انا كنت مثلا يوم الخميس ده بقعد اسمع مثلا محمد حسنين هيكل، قريت كتب هيكل حرب الخليج، يعني بحب اشوف التاريخ السياسي، حرب العالميه الثانيه، يعني محمد نجيب كنت رئيسا لمصر، يعني خريطة الجرايد يعني فهمتني. بعدين دي حاجه يمكن يعني بقول يعني ما بقدر اقول لك والله يا اخي انا زعيم بطل ولا كنت ناشط سياسي ولا، لكن كنت خلينا نقول بتعامل يعني احاول اكون كنت مثقف سياسيا بحيث ان انا تكون خياراتي صحيحه، يعني معاداه النظام ده ما بس معاداته لانه قطع من العيش ولا ولا بتاع، لانه فعلا يعني خلينا نقول الثقافه السياسيه بتشير الى انه ده نظام فاشل مثلا، ده نظام بدون نقاط، يعني لكن الواحد يمكن ما كان في السودان ما حيدعي بطولات، في ناس قدموا تضحيات، في ناس قدموا ارواحهم، يعني ما حاجه يعني الواحد ما، لكن يعني خلينا نقول السياسه كانت كمعرفه، والواحد كان بيزود الذخيره السياسيه بتاعته بحيث انه يكون قادر يعني يفرز الغث من السمين يعني، لكن ما بقدر اقول يعني والله واحد قاد يعني ناير معركه سياسيه، كنا يعني بنشارك في مظاهرات حتى في فلسطين وعشان ما اعرف شنو وناير بتاع ندوات سياسيه اليمن دي ذاته، لانه كان فيها حراك سياسي كبير، يعني كنت بقعد مع الناس، يعني انا ما يمني لكن يعني التيار برضه اخوان المسلمين هناك، هو كان في المعارضه الحكومه طبعا ناير، يعني هنا لما جيت شويه برضو حاولت، انا اول مره انتخب يمكن في حياتي كانت هنا، يعني فسياسه يعني زي ما بيقولوا ما الواحد ما كان نشط فيها، لكن كانت غذاء للروح والعقل يعني. نعم قبل ما ناخذ المداخلات يا جماعه، الناس اللي في الزوم لو في زول عنده مداخله سريعه ممكن يرفع لنا يده عشان نديه الفرصه. اتطرقت للسينما العربيه يا دكتور. طبعا دي عشقي، يعني عشقي بدا من امي، انا كنت بقعد جنبها وكانت بتجيب الشرايط البي اتش اس لو تتذكر الفيديو، وانا بس كنت صغير ازود اتفرج ليك، فبدا عشقي يعني حسيت ان السينما دي ما مجرد فيلم ولا العربيه بالذات، يعني دي تاريخ لحقب وتعاقبه، يعني كيف السينما في اول بدا اول فيلم منتج 1898 طورتين فرنسيين في اسكندريه، كيف انه كان بيصور حياه الناس في الوقت ذاك، وبعدين كيف الموضوع اخذ انه السينما بابعاد اخرى، يعني السينما الصامته، السينما الناطقه في الثلاثينات، كيف انه الحقبه الملكيه حاولت تصور عن يعني طريق السينما انه الفقر ما مشكله، طبعا لانه كان في الفقر ما مشكله والناس هنا تصبر وبتاع، بعدين جات الفتره ثوره يوليو، عشان يعني اتمنى انه كان في السودان كان يكون عندنا الود الفقير يحب الناس الاغنياء وتحصل بالضبط علي وانجي في رد قلبي يوسف السباعي رد قلبي اللي تكررت 20 مره، بعدين كيف التغيرات الاجتماعيه في الستينات، رائعه نجيب محفوظ ميرامار واسمه ولا وسرسره على الحلم بالضبط، وبعدين ثاني السبعينات كيف فتره الانفتاح الاقتصادي والتيارات المتشدده، والثمانينات فترة السينما الواقعية، يعني أتمنى كنت يكون عندنا في السودان سينما تأرخ يعني إحنا يعني للأسف حتى الأفلام الوثائقية بتاعة التلفزيون السودان، تتذكر كان في برنامج في الجزيرة إحنا ما عرفنا عن عاجل إلا عن طريق الجزيرة، يعني كان في الله يرحمه زي موظف جنوب من الجنوب، حتى كانوا عاملينه كجنوب يعني كان ما سوداني، يعني هو كان مسؤول من الأفلام والشرايط دي وقدم مبادرات الحفاظ على التراث، يعني تخيل يعني يعني نعم. اتمنى يعني من عشان كده قلت لك زي عاشم والحياه دي، انا مؤمن بالفرد انه يوم من الايام هو بيأرخ لذاكره امه، يعني فاتمنى انه يكون عندنا فن هادف. معنا اخونا احمد الغالي، ممكن تعمل ميوت ومداخله في دقيقه، يعني تفضل. تمام ممتاز.
أول حاجة نشكر مبادرة الباحثين السودانيين، ونشكر الدكتور محمد التاي والدكتور ياسين على الأمسية الجميلة دي. عندي سؤال صغير، ممكن تعليق عايز أسمعه من الدكتور. باعتبار أن الدكتور درس في السودان المناهج السودانية بتاعت الصيدلة، وجا درس في السويد الماجستير والدكتوراه، وكمان درس في السويد، فتعليقه على المناهج السودانية في الصيدلة، هل هي مواكبة للوضع حاليا البرة ده، ولا هل نحن محتاجين نغير شنو؟ ونصايحك للشباب الحاليين بيدرسوا في المناهج دي في السودان. يعني انا قريت في السودان صيدله، بس لحد ما اتخرجت ما سمعت مثلا بالمصطلح بتاع الراديو فارماسي مثلا، انا حجاوب. فمشكور انا جدا ما على الحاجه دي. شكرا. انا ما قريت في السودان، لكن قريت في وضع مشابه للوضع السوداني يعني، ولو انه في السودان بيشوفوها برضه عيب يعني ما في وضع بيفتكر، لكن يعني حابب اقوله لك انه ما نفتكر ان احنا يعني منتهين تماما، دي ما الحقيقه. يعني احنا قد نكون يعني ما مواكبين، لكن في نفس الوقت احنا ما يعني ما 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 ما, ما مفقود فينا الامل يعني، بس محتاجين to bridge the gap يعني عفوا، بين ما موجود لدينا وبين ما موجود هنا يعني. وده بيتم بان الناس to do double the work يعني. بعدين نصيحتي برضو طلاب الصيدله اللي انا كنت بعملها شخصيا، خدت لك مادتين ثلاثه ديل هم المين بتاعينك يعني. ما شفت حكايه الشيتات دي، دي اكبر دمار للتعليم، انا ده رايي الشخصي. صح، للاسف انت ما حتقدر تتجنبها في كل المواد. انا في مواد يعني مثلا بزنس ادمنستريشن كان عندنا وسايكولوجي، انا ما كنت انترست يعني بقرا الشيتات دي أنا. لكن في مواد كده اللي بعتبرها يعني فعلا هي ديترمينينج في الصيدله، كنت بمشي اجيب الكتب، حتى كان في كتب طباعه اصليه وفي كتب طباعه هنديه، وفي لغايه السي محتفظ بهم. انا لما جيت جاي السويد في الطياره دفعوني في المطار $150 فقط عشان اجيب كتبي معي، لانه معتز بها يعني، في كرتونه كده اتذكر، قال لي ده وزن زايد، وانا قلت لهم ما بخلي كتبي يعني. فبنصح بيهم الناس خليكم من الشيتات، والدكاتره والاساتذه نفسهم ما يساهموا في تدمير عمليه التعليميه بحكايه شيتات وما شيتات دي. رجاء يعني خلوا الناس دي تمشي تقرا كتب، الكتب دي متوفره يا اخي، ان شاء الله حتى لو ما بطريقه ليجل، ان شاء الله ليجل، ما برضو الغايه احيانا تبرر الوسيله. خلوا الناس دي تقرا، هنا دي الحاجه الاساسيه يعني. ما كل المواد، في مادتين ثلاثه فارماكولوجي الاورجانيك كيمستري، نادي كنت عندي كتب فيزيولوجي، دي الكتب يعني. وكنت مرات بمشي احضر مع ناس الطب، في مواد بيدرسوها اكثر مننا، الاناتومي يعني. خدت لك ثلاث اربع مواد دي which will determine you as a pharmacist. انا افتي رجعها سنتين في الصيدله، قال لي ما ناجحه تربيه اسلاميه في اليمن في الجامعه، تخيل يعني. لما يجلس يعني دي مشكله ثانيه، لكن الدار اقوله اخواننا الشيتات دي خلوها حاجه كده. انا لانه كنت بذاكر لاختي وكنت بشوف يعني، هي برضه الشيتات دي ارموها يعني. نعم، في واحده قبيل في الفيسبوك سال، قال انه الماجستير بتاع الراديو فارماسي القبول له صعب جدا، ليه؟ والله ما كان صعب، بالعكس احنا كان عندنا بريفليج انه ما في زول ذاته داري يقدم لي، لانه ما في زول ذاته عارف، قلت كمان له اليوتيوب يعني. يمكن من بلد لبلد يختلف، يمكن هناي، لكن ما 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 صعب. ما شوف اي حاجه في الدنيا دي صعبه، انا هسه كان قلت لك ارفع الكوبايه دي، يمكن زول صعبه وزول يقدر يرفع، ما في انت قدم يعني، ما في حاجه، ما اي كانت جارنتي انه يس اور نو، قدم في اي حته قدم. طبعا لانه انت عارف يا دكتور، مرات يعني مهمه جدا الواحد المعلومه يحاول يجيب المصادر الصحيحه. انا اتذكر لما عملت الماجستير بتاع الفورنزيك هنا في يوكي، فيعني كان في ستيغما كده انه الفورنزيك ده ما بيدوا لي اي زول، لانه بعد ذاك انت حتمشي تشتغل في الام اي 5 وفي الاستخبار. ايوه، لكن انه الكلام ده ما 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 احنا عارف، احنا مشكلتنا احيانا بنخلق فزاعات قبل ما يعني نخوض التجربه ذاتها يعني قدم، وبعدين لما ما يقبلوك قول والله يا اخي. بعدين دي حاجه برضو تعلمتها هنا، ما خلينا نقول لو 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 رميت او علقت عدم حصولك على الشيء على اشياء سوبرستيشس او ميتافيزيقيه او ما حتخلص نظريه المؤامره يعني ما حتخلص. والله يا دكتور يعني صراحة يعني استمتعنا بصورة ما عادية يعني، تقريبا 3 ساعات، لكن والله لو قعدت معانا تاني 3 ساعات ما حنكون يعني ما حنمل الرحلة الجميلة دي يعني. الميلاد في أم درمان، بعد ذاك الدراسة في اليمن، بعد ذاك الرجوع اشتغلت في السودان، جيت اليمن وانت جاي داخل متأخر، لقيت أبوك يعني صاحي في الصالة، وده غيرت الحياه بتاعتك، عدم مشيتك لسوريا، يعني حاجات كتير يعني، كلها كانت قصص جميله
ويعني بجد يعني كانت حاجه يعني والموتيفيتد يعني، فيديك العافيه. كلمه اخيره قبل ما نختم يا دكتور. والله يا يعني شاكر لكم جدا السارحه دي، وشاكر لاي زول يعني يسخر من وقته 3 ساعات انه يسمع يمكن قصص ما لي او فيها، لكن يعني كنت بس حابب انه من خلال كل قصه يكون فيه يعني رساله، ما لانه بدعي ان انا بمتلك نصيحه الحكمه، لكن يعني فقط محاوله يعني ان الواحد يحاول يقول تجربته البسيطه يعني. وشكرا لمبادره الباحثين السعوديين، يعني يو جايز دوينج يعني زي ما يقولوا جريت جوب، في معوقات في، لكن في الاخير يعني دي حاجه برضو انا زي ما قلت بالتغريد خارج السرب يعني، وده تغريد خارج السرب وخارج ما هو سائد في البلد يعني. زي ما انت قلت حسين يعني متابعين الفيديوهات واللايفات والمحاضرات دي يمكن ما يعدوا على اصابع، واحيانا اصابع اليدين يعني، لكن ديل اللي احنا وي ريلاينج اون يعني، ما معناه انه في انتم شعب واحنا شعب زي ما قالوا في احدى الدول، لكن يعني ديل هم البذره زي ما الهند عملت. الهند قال لك احنا ممكن نعمل البلد دي كلها، نعمل حاجه اسمها النقاط المضيئه يعني مدى بتاع بنغالور للتكنولوجي، ما عارف شنو للطب، ما عارف شنو. احنا برضو دايم يكون في سودانيين هم نقاط مضيئه من خلالهم يعني، مبادره الباحثين واحده من النقاط المضيئه. بالضبط بالضبط. دكتور عبد الرحيم التجاني ده هاي تقريبا رافع يده. عبد الرحيم تفضل. السلام عليكم. انا بس ما داير اتكلم كثير، شكرا دكتور ياسين دكتور انور والحضور، شكري طبعا الجزيل لدكتورنا التاي، ان شاء الله ربنا يعني يجزيه خير على زمنه، لانه احنا لازم نستفيد يعني صراحه، بنستفيد من كل التجارب بتاعته، من كل السرد الجميل ده. انا بس كنت حابب اساله او حابب اطلب منه طلب يعني، لو في امكانيه يعني التيبس الممكن هي تكون جايد للناس خلال مراحل الأبس أند داونز اللي بيديهم في مسيرتهم يعني. شكرا جزيلا. هحاول أكون مختصر جدا، زي ما قلت لك ما حابب بس الناس تفهم إن أنا واقف في البوديوم وبنظر، لكن يعني من خلال تجربتي الشخصية خلي حلمك صاحي جواك، سابر، خليك مسؤول، وخليك متحرك دائما، وتحتاج الى بعض الحظ. يديك العافيه دكتور محمد تاي، يعني سعيدين كل السعاده انه الليله يعني انت شرفتنا في الشرف. انا برنامج ونسعى على دروب النجاح، ويعني عبر منصه الباحثين السودانيين، وان شاء الله الاسبوع الجاي طبعا حيكون في ضيف عزيز علينا في يعني. لكن قبل انا ما امشي يعني حاجه كده جميله يعني دائما بذكرها، اللي هي غدا الغاك. طبعا غدا الغاك بتاعت التجاني بتاعت سوري بتاعت الحاجي ادم، قصته ممكن تكون ما معروفه لكل الناس. طبعا هو كان مشى بيقرا برا ورجع، ف يعني حبيبته وكده، فمشى تقدم لاهله، اهله رفضوا يعني، فالموضوع ده طبعا اثر عليه شديد جدا يعني، فبقى بس يعني احتكف، بقى ما بيمشي بيقعد مع اي زول، عنده ظل شجره كده بيمشي بيقعد فيه وكده. المهم على هذا المنوال لحد ما جاته البشر انه ابو البيت قال له وافق، فقال له خلاص يعني تعال يتقدم يعني. ف يعني ما قدر ينتظر لحد الصباح، لانه كان الحدث ما عادي يعني. فطوالي مشى تحت الشجره وكتب القصيده بتاعته دي اللي هي غدا الغاك، طبعا غنتها ام كلثوم في الاوبرا المصريه سنه 1971، وطبعا لحنها محمد عبد الوهاب، اللي هي بتقول غدا الغاك يا خوف فؤادي من غد، يا شوقي واحتراقي في انتظار موعدي، آه كم أخشى غد هذا وأرجوه اقترابا، كنت استدنته لكي لكني هبته لما هاب، وهلت فرحة القرب به حين استجاب، هكذا احتمل العمر نعيما وعذابا، مهجة حرة وقلبا مسه شوقا فذابا. فإن شاء الله بإذن الله نلتقي في حلقة جديدة من حلقات ونسعى على دروب النجاح، معكم وبكم إن شاء الله إلى النجاح. يديكم العافية. شكرا.